بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه، والى تحدي جديد ودنيا جديده وحلم جديد. يعني هو ما طالش انتظاره قوي، لكن لم نتعود ان ننتظره اكثر من هذا. ابراهيم، اهلا بك يا باشمهندس، واهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابه. موعد ما طالش كتير، لكنه الاميره بتتدلل. ما اعتقدش انه الاميره في علاقتها بالملكه يا باشمهندس ساءت الدلال اكتر من كده. لا بص، النهارده جمهور الاهلي نقل طموحه الى افاق اخرى. تكلموا على لحظه واحده نقفل التليفون ده اللي نسيت اقفله، معلش اعذروني، شغل غير محترف. لكن بالتاكيد ان جمهور الاهلي دلوقتي احلامه في منطقه اخرى. تجاوز المحليه والاهلي العوده على كده. ونتمنى ان يظلوا على هذه العاده. الاهلي ينافس نفسه ارقام قياسيه على المستوى المحلي، رغبه هائله في استعاده التصنيف الدولي اللي كنا على صدارته، والخطوه الهامه جدا لتحقيق هذا تبدا من الحلم الافريقي. عشان كده ما يحدث غدا يسجل نقطة انطلاق الحلم، وحلقة الليلة عنوانها 9 حلم ولا علم؟ اللقب 9 للأهلي في دوري أبطال أفريقيا، العودة إلى بطولة كأس العالم للأندية، العودة إلى المنافسة الجادة على لقب الأكثر تتويجا بالبطولات القارية على مستوى العالم، العودة إلى الكثير من الآفاق الرحبة التي يستحقها الأهلي والتي هو جدير بها. كل هذه الإحداثيات لا تتكرر ولا تتحقق إلا من خلال الحصول على لقب أميرة البطولات الأفريقية. دور الأبطال بكرة إن شاء الله تعالى الساعة 8 مساء وفي استاد القاهرة. شيء رائع جدا أن تكون نقطة الانطلاق للأهلي نحو هذه البطولة المهمة الكبرى من استاد القاهرة. يلتقي الأهلي مع منانا الجابوني مباراة الذهاب في دور الـ32، وكل الأمل بتحقيق نتيجة طيبة إن شاء الله. ودائما أهم قبل العودة تحدي للنادي الأهلي هي المباريات المؤهلة لدوري المجموعات، دي اللي بيبقى إيدي على قلبي فيها. بإذن الله يوفق الأهلي، لأن لو وصلت دور المجموعات الباقي بنعرف نتعامل معاه. ولكن دعني أنا وجميع الرياضيين والمهتمين بالشأن العام أن ننعي واحدا من نجوم الكرة الكبار جدا وأبو نجم كبير جدا أسعد جماهير الكرة باختلاف ميولها، إينو الكبير رحمة الله عليه، الذي وفته المنية في حادث أليم، وكان قد ذهب إلى عزاء أحد الأصدقاء. مصطفى الشناوي لاعب المصري، ده رئيس منطقه البورسعيد، وانا اعرف الشناوي رحمه الله عليه شخصيه محترمه للغايه، وكابتن اينو يعني ذهب يؤدي الواجب، دي لقطات وعاد ليتلقى ذويه العزاء فيه. الكابتن اينو يتغمده الله برحمته ويصبر اهله يا رب، ويصبر ابنه كابتن اينو الصغير. كان لاعب فز، كان لاعب فز، وكنت اشعر بالغيره انه مش في النادي الاهلي. من احسن الناس اللي كانت يعني ملك التصويب على المرمى، رجله تقيله جدا ومن اي زاويه واي اتجاه. وبعدين كان المصري في عهده الذهبي هذا الثنائي هو جمال جوده، كان حاجة رائعة جدا 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 رحمة الله عليه. دي بعض الأهداف لكابتن محمد سلامة الشهير بإينو، اللي لقي وجه ربه أسر هذا الحادث الأليم. بننعيه ونشاطر الكابتن معتز إينو وأسرته الأحزان في هذا الرحيل الكبير. يمكن في كلمة للكابتن إينو يتحدث في قناة العاصمة كابتن محمد سلامة في أحد اللقاءات، نفكر حضراتكم بإينو الأب.
نبدأ بحسام البدري. حسام البدري زميل وأخ وحسام البدري أنا عشت معاه تاريخ كبير. أولا ولد مؤدب جدا ومحترم، زائد أنه مر النادي الأهلي ما بين سنين. تدريب وما بين مدير كرة سنين، استفاد من مستر مانويل كتير، شال مسؤولية لوحده ودرب بره في, 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 في بلاد العربية ودرب بره. حسام بدري مدرب كبير، مدرب محترم، عارف هو عايز ايه من المباريات، عنده فكر. هو الناس بس بتزعل منه ان هو عصبي زعلان ومكشر على طول يا كابتن. دي ده حمل تقيل للنادي الاهلي. بالظبط ده شايل جبل النادي الاهلي، ده نادي القرن يعني. بالزبط. مش اي حد يمسك النادي الاهلي، لان برضو مش اي حد يا كابتن مصطفى يتعامل مع النجوم. النجوم دي عايزه تعامل خاص، منها شده جامد قوي ومنها لين. صح. فالنهارده انت ما تنفعش تمسك العصايه من النص، هتلاقي نفسك لا مؤاخذه هتتبحتر هتضيع. فحسام بدري انت لو قيمته المدرب ما هو الا نتائج. ايوه. انا النهارده اينو مثلا مدرب، اينو بيخسر وبيلعب كويس وبيستحوذ وبيعمل، لكن النهارده وبيجيب نتيجه زيرو، يبقى النهارده ده مش مدرب. النهارده المدرب نتائج. النهارده حسام بدري اللي باع في مصر والوطن العربي، يعني لما راح مسك المريخ السوداني خد بطوله الدوري، خد بطوله وكان الهلال يعني بيكسبها على طول. يعني 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 اذا النهارده انت مش بتتكلم على واحد عادي، بتتكلم على واحد دولي تدريبيا. فالنهارده حسام البدري انا وجهه نظري محقق للنادي الاهلي بطولات، راجل لعب نهائي كاس افريقيا ولعب انديه ولعب قصاد الوداد وخد كاس مصر وخد الدوري والنهارده خد السوبر. انت عايز منه ايه؟ وخسر اول مباراه بعد حوالي حاجه و50 مباراه يا كابتن. يعني انت عايز ايه من مدرب واخد العلامه الكامله زي ما حضرتك قلت؟ عايز منه ايه تاني؟ صح. ده بالنسبه لحسام البدري. اخش حسام حسن ولا حسام حسن؟ حسام حسن لا يغفل احد ان حسام حسن عامل حد يعني رأيناه يتحدث عن الكابتن حسام البدري حديث الإنصاف ورؤية ثاقبة وتحليل واقع رحمة الله عليه، ولكن أيضا دعنا ننعي رحيل الإذاعي الكبير ماهر مصطفى، وده والد هبة ماهر لعبة كرة طائرة، وهي أيضا إعلامية في النيل الرياضة وهي لعبة كرة طائرة في النادي الأهلي سابقة. رحمة الله على الجميع. كان الأستاذ ماهر مصطفى واحد من علامات الإذاعة، يعني من اللي بيستمع للراديو في الفترات الأخيرة، حكايات المحروسة من البرامج المهمة جدا اللي كان بيقدمها الفقيد الكبير، بالإضافة إلى إشرافه على الكثير من قطاعات العمل الإداري داخل مسبيرو. بننعي رحيله ونشاطر أسرته وأسرة الإذاعة المصرية الأحزان في فقيدها الكبير. اتسع حلم ولا علم الكابتن حسام البدري بقى، بدأ بقى يستعد بشكل جاد، وأعلن النهاردة قائمة الأهلي لخوض مباراة مونانا الجابوني اللي هي ضربة البداية للبطولة الأفريقية. القائمة اللي اختارها البدري بعد المران اللي جرى منذ قليل في استاد مختار التتش ضمت شريف إكرام ومحمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد فتحي وصبر رحيل وعلي معلول وسعد سمير ومحمد نجيب وأيمن أشرف وحسام عاشور وعمرو السلية وهشام محمد وميدو جابر ووليد سليمان وأحمد حمدي وإسلام محارب وكريم نيدفيد وعبد الله السعيد ووليد أزارو وجونيور أجايي ومروان محسن وصلاح محسن. والأهلي هيلعب زي ما قلت لكم 8 مساء الغد الثلاثاء إن شاء الله في استاد القاهرة. ملاحظتين مهمين جدا. الملاحظة الأولى بترد على كلام حقيقي نرد عليه من دلوقتي. هذا التشكيل وهذه القائمة بترد على إشاعات سخيفة وكأن الأهلي لا يضرب احترافية، بمقتضاها أن الجهاز الفني قرر أن يجمد كابتن عبد الله سعيد وكابتن أحمد فتحي. تأتي القائمة لتضم كلا اللاعبين، وعبد الله السعيد أول ظهور بعد تعافيه من الإصابة، هيكون لهم باذن الله ادوار قادمه مؤثره. اما الشان اللي مش هنتكلم فيه بعد كده خلاص، اقفل الملف ده تماما الى ان يجد جديد. عايزين نتكلم مضى ولا ما مضاش ومضى بكام، اذا مضى هيمضي زي زمايله مع بعض الامتيازات قد يكون اللي بتتحلل من نجوميتهم في مجال الاعلانات او حاجه. اما بخلاف هزمه
لن يحدث شيء، عشان برضو في ناس كتير جدا بتعول على انه لا ده الاهلي عرض وهم رفضوا. الاهلي لم يعرض اي شيء يخل بنظام الفريق. دعونا ننتهي من هذا الامر قولا واحدا، اقفلوا الملف ده بقى، عندنا تحديات. اللعيبه هيكون لها دور، اللاعبان كابتن احمد فتحي كابتن عبد الله سعيد لهم دور مهم فيما هو اتي. يعني عايز تحسمها بانه لو جدد عبد الله سعيد واحمد فتحي فده هيكون بشروط ونظام الاهلي. مفيش شروط، بنظام الاهلي. بنظام الاهلي، مفيش حد بيتشرط على حد. لا الاهلي بيتشرط على لاعب ولا لاعب بيتشرط على الاهلي. انما في نظام محطوط مش هيخل بيه الاهلي. اللي يقول لك بقى دول اهل الكهف، اللي يقول لك مش عارف احنا في الدنيا تطورت وماله، خليها تتطور عندك، لكن عندنا بتتطور بمزيد من التمسك بالنظام. والحقيقه الكلمه المهمه برضو في السياق ده، لانه البعض بيستخدم قياسات مختلفه شويه. يقول لك ما هو شوفوا مثلا في اي نادي اوروبي فلان بكام وعلان غيره بكام، دي ثقافه ودي ثقافه. ما هو ما حدش هناك بيبص في طبق حد خالص، ما حدش شاغل نفسه بغيره. دي ثقافه فيها كل واحد عارف حدوده وعارف واجباته وبيتمسك بحقه وبيأدي واجبه، والفوارق بتبقى بعيده. فهذه ثقافه في مجتمعات تانية مع شخصيات وعقليات محترفه بجد. هنا المساله ما هي في فوارق، بس الناس اللي بتسال على الفوارق، الاهلي ما هو لازم أن يستجيب. الدكتور جلال الجنزوري، وكويس ان انت فكرتني بديت، واحد من الاهلاويه المهتمين جدا، كان منزعج قوي للنغمه اللي بتتقال، طب ما تدي عبد الله او فتحي زي ما اديت صلاح محسن. فقال لي انا لدرجه ان انا من شكي من كتر الكلام اللي بيتقال طلبت مسؤول نادي انبي، هو صلاح محسن ده اللي انتوا اديتوه للاهلي خد فعلا 35 مليون؟ راجل قال له لا، ازاي؟ خد من الاهلي اللي هو ياخده، عقده مع الاهلي الله اعلم هو كام، لكن ال 35 ولا ال 37 اكتر او اقل دي فلوس نادي انبي. صلاح محسن ما خدش حاجه، يا اللي بتستخدمه صفقه صلاح محسن في رجم الاهلي بسكه عبد الله سعيد وفتحي، ده كلام غير سليم بالمره. صلاح محسن اه الذي حصل عليه اقل بكثير مما يحصل عليه لاعبوا الفئه الاولى، اللي هم ولي سليمان وعاشور، مع احترامي بالالقاب وعاشور وكلام اقل منهم، لكن هو ايضا كلاعب مميز هياخد سعر يتناسب مع موهبته، لكن مش هتعامله اكنه بقاله خمس ست سنين بيديك بطولات. صحيح، يا رب يوصل ياخد اعلى فئه باذن الله. فهو لو دوله زي صلاح محسن هم مش هيبقى. صحيح. الاهلي ادى المران الخفيف اللي بعد منه، اعلن الكابتن حسام البدري هذه القائمه. المران كان على استاد القاهره اللي مؤكد كل الناس وحشها الاستاد وعوده الاهلي للاستاد. طبعا ده هيكون وفقا للحضور الجماهيري المحدود واللي هنشوف ضوابطه بعد قليل. التدريبات التاهيليه للاهلي اداها الثلاثي احمد حمودي وباسم علي ومحمد هاني، دول خرجوا من قائمة المباراة للإصابة والتأهيل. اللعيبة اللي غير مقيدين أو اللي ما وقعش عليهم الاختيار هيؤدي تدريب بكرة الصبح الساعة 10 في ملعب النادي في الجزيرة. مجلس الإدارة في وقت سابق كان كلف الأستاذ طارق أنديل عضو المجلس برئاسة بعثة الأهلي إلى الجابون، وبدأ طارق أنديل مبكرا مهام الرحلة فالتقى بالوفد الجابوني ورحب ببعثة منانا واطمأن منهم على كل الترتيبات اذا كان ليهم اي احتياجات عشان يبدا علاقه طيبه معاهم من هنا. هو هنا بس نتوقف، ممكن واحد يجي يقول لك هو ايه اللي رئيس بعثة ده البطوله؟ ده الاستاذ طارق انديل والعميد حسن مسعود بيرحبوا ببعثه منانا. يعني يقول لك هو ده الماتش في مصر، هتقول لي رئيس البعثه؟ في بعثه دلوقتي بالظبط في القاهره او خارج القاهره، في بعثه لها شؤونها الخاصة، رئيسها بيتمتع بصلاحيات تزيد عن صلاحيات عضو مجلس الإدارة عشان يحل بسرعة. فالأستاذ طارق أنديل هو رئيس بعثة النادي الأهلي بالقاهرة. طيب
منانا الجابوني بعد وصوله، هم الناس سعداء جدا بوصولهم للقاهرة وبمنافستهم للنادي الأهلي. إيريك اندولو مدير النادي، مدير نادي منانا وهو بيرأس البعثة أيضا، قالوا إن هم سعداء جدا بالحضور إلى مصر لمواجهة الأهلي، وقال إن احنا تلقينا أفضل استقبال من مسؤول النادي الأهلي ولم نواجه أي أزمات أو مشاكل على الإطلاق، وقال إن النادي بيرتبط بعلاقة جيدة مع الأهلي ونشعر أننا نقيم في بلدنا، مؤكدا أن الأهلي نادي كبير وله اسم كبير على الصعيدين الأفريقي والعالمي. وأشار مدير نادي منانا بقوله نحترم الأهلي جدا ولكن مستوانا الحقيقي سيظهر في الملعب، لأننا نبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية في القاهرة، لم نحضر للقاهرة من أجل النزهة لكن جايين عشان نقول كلمتنا ونأكد أن احنا جديرين بمواجهة الأهلي. مباريات برضو بتبقى عايزة حذر يا باشمهندس. كل نادي له طموح. نتائج منانا بتقول إن هو يقدر يشكل صعوبة على الفرق الكبيرة، فطبعا لابد إن احنا نكون في منتهى الحذر منتهى التركيز. الماتش ده هيكون هو مفتاح النجاح في الفترة القادمة. طيب ده كلام رئيس البعثة، لكن كيفن إنينجا ده المدير الفني لفريق منانا قال هو آخر سعيد بالإقامة، بيشيد بكل ما تلقاه بعثته من تسهيلات من جانب النادي الأهلي، وقال مواجهة الأهلي شرف لنا، فهو أكبر نادي في القارة الأفريقية وواحد من الأندية الأربعة الأكثر تتويجا بالبطولات القارية على مستوى العالم، وقال إن الأهلي يمتلك الكثير من اللاعبين المميزين، من الصعب تحديد اسم بعينه ليكون الأكثر تأثيرا في مباراة الثلاثاء، لكنه أشار إلى أنه يعلم كل شيء على النادي الأهلي. ده جانب يمكن من الاجتماع الفني للمباراة اللي كل طرف بيقول ترتيباته وملاحظاته، وطاقم التحكيم والمراقب بيقول كل التنبيهات والتعليمات التنظيمية الخاصة بالمباراة. المدير الفني الجابوني أشار إلى أنه عارف كل حاجة عن النادي الأهلي ويعرف إزاي يتعامل معاه، وقال إن الأهلي بيعتمد في كورته على الأداء الجماعي المميز، لكن منانا جاهز لهذه المباراة، وقال إن احنا نتعامل مع كل مرحلة في البطولة على حدة. الموسم الماضي كنا منافسا قويا لكننا ودعنا البطولة أمام الوداد المغربي بضربات الجزاء الترجيحية، يعني فريق يتعمل له ألف حساب، وكون ان المباراه بنظام خروج المهزوم. الوداد هو بطل ابطال البطوله، بطل البطوله وبطل السوبر، ده فريق وصل معاه لضربات الجزاء، يعني مدركين الصعوبه. صحيح. طيب العدد الشهري من مجله الاهلي، ايوه العدد سيدي الفاخر اللي بين حضراتكم او في الاسواق حاليا، في اهتمام باكثر من حاجه، في موضوع موسمي مهم جدا عن حصاد الصفقات في خلال هذه السنوات الطويلة. منشط العدد السعيد هو من يبقى في الأهلي. هذا التقرير الرقمي بيكشف على أنه في آخر خمس سنوات فقط، آخر خمس مواسم، 70 صفقة عملها نادي الزمالك فاز من خلالها أو مقابل 46 صفقة للنادي الأهلي، 46 للأهلي و70 للزمالك، لكن الاتهام بتفريغ الأندية من لعبتها لا يطال إلا الأهلي. ثم حوار العدد، وده حوار مهم جدا، حوار يمكن الاعتراف والندم والنصيحة، وحوار موجه لكل الشباب الحقيقة. محمد عباس، هذا الفهد الأسمر، عباس الإنجليزي زي ما سماه الأستاذ نجيب المستكاوي عليه رحمة الله، بيتحدث في حوار الصراحة وتوعيد الشباب، أشعر بالندم وليت الزمان يعود يوما، طريق الانحراف دمرني وكان بإمكاني كتاب التاريخ كبير، الأهلي نعمة كبيرة حافظوا عليها، منهم لله أولاد الحرام، والأهلي أقوى وأفضل، والبدري مدرب محترم، الجوهر اكتشفني والبقال خطفني من الزمالك، كنت أخاف على الخطيب من عنف المنافسين. طيب ده حوار مهم. لماذا سمي عباس بعباس الانجليزي؟ مباراه الاهلي الوديه مع كان مين من الانديه الانجليزيه؟ ساوثهامبتون. و هيدوكوتي فاجئنا ان في لعيب اسمر بيسخن. قعد يسخن 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 يسخن
ونسيه دكوتي في الشوط الثاني. بدأ الجمهور ينبه الجهاز الفني، ثم تحول الأمر إلى كوميديا. يا كابتن اللعيب اتحرق، فابتدى دكوتي في ايه يا جماعه، في همهمه في قالوا انت نسيت عباس بيسخن، ما كناش نعرف مين ده لسه. قال له انزل. نزل جاب جولين وكسبنا 3-1 في الفتره اللي هو نزل فيها. وبدا الناس في البدايه يقول ده لعيب اجنبي جديد النادي الاهلي جابه، الى ان عرفوا انه هو لعيب مصري، وطبعا واطلق عليه عباس الانجليزي. عايزين نعمل مره كده تعريف دقيق، ولو عندنا ماتشات وجوان ومش عارف ايه، الناس تشوف هذا اللاعب الفز، فز بكل ما تعني الكلمه. جورج ويا تقريبا، يعني القوه والسرعه والمهاره. مين يا سيدي اللي قال عباس الانجليزي؟ استنى بقى. مين؟ طب ما احنا قلنا كده، احنا قلنا حاجه، احنا قلنا ان احنا نجيب الاستاذ نجيب المستكاوي. وكان مين اللي بيسمي اللعيبه يعني؟ الاستاذ نجيب المستكاوي اللي قال عباس الانجليزي. طيب كان كل الالقاب حتى الشواكيش، يعني الشواكيش على الترسانه اللي اطلقها الكابتن عبد المجيد نعمان الله يرحمه. لما عور استخدمها جوده. ايوه الكابتن صالح كان بيضرب زي الشاكوش. والاستاذ نجيب استخدمها، خلاص بقى نسبت للاستاذ نجيب، نسبت اليه. على اي حال، لاعب يستحق ان احنا نلقي عليه الضوء، وتجربته مثيرة يجب أن تدرس، لأن أحيانا تستفيد من تجربة سلبية أكثر من تستفيد من طبعًا تجربة طبعًا إيجابية طبعًا، خصوصا لما تشعر أن صاحب التجربة عنده هذا حجم الشعور بالندم التي يشعر بها الآن. صحيح. كالوتشاي كان يراه لاعب عبقري. بوشكاش كان بيقول أوه ويشتم ما تيجي سيرته. ده رجل يمين ما شفتش كده. وهو عنده أقوى رجل يسار في تاريخ الكره المصريه بوشكاش ده. صحيح. يعني المفروض ما يملاش عينه لا رجل يمين ولا شمال. النماذج المهمه جدا في وفاء الاهلي، في قيم الاهلي، في نظام النادي الاهلي، هي مع هذا اللاعب النيجيري لو تفتكروا اسحاق اول، وله حوار مهم ايضا في العدد الشهري. اسحاق اول في نهايه موسم جاله رباط صليبي، خرج من قائمه الاهلي، لكن الاهلي فضل محافظ على التزامه تجاهه بعلاجه وتاهيله. سفره عمل عمليه، رجع اشرف على برنامجه التاهيلي بالكامل وهو بره القايمه. فالراجل تمر فيه الموقف، تمر فيه الموقف، جاب ولاده واقام في مصر وقال انا مش ماشي من النادي الاهلي. من وقتها واسحاق اول مدرب في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ودي مسألة كتير مش واخدين بالهم منها، انه بسبب موقف الاهلي معاه اقام الراجل في مصر، ولما اعتزل يمكن لف على كام نادي صغير، لكن لما بطل صمم انه يفضل موجود في مصر ويعيش في النادي الاهلي. فمعاه حوار بيقول: الاهلي ومنتخب النسور كل حياتي، شاركت في تقسيمة مع بيبو، فقلت لزملائي لماذا اعتزل هذا العبقري، رهنت على نجاح اجيه مع الاهلي لانه لاعب مختلف. وبيقول أشعر بأنني في بيتي وأولادي يشعرون بالغربة في نيجيريا وليس في مصر. الله. أعشق المحشي والملوخية وأزور الحسين والأزهر باستمرار. ده تمن الوفاء، وده حد اعتبر فيه المحترم الموقف. وده عامل زي جلبرتو كده. آه. في ناس كده تلاقيهم حاجة جميلة يعني. آه. يعني الحقيقة الشخصية بتفرق مع صاحبها. ده حوار مهم لإسحاق أول أيضا في إجمال الصفقات بقى في السنين الأخيرة في 15 سنة. يمكن زميلنا المؤرخ وبلدياتك من كفر الزيات الأستاذ عادل مرسي شفاه الله وعافاه مهتم جدا بمثل هذه الإحصائيات في التوقيتات المهمة كمان، فبيقول إنه في آخر 15 سنة في 110 صفقات ساهمت في تحقيق 33 بطولة للأهلي، مقابل 145 صفقة للزمالك جابت 7 بطولات فقط. الأهلي 110، الزمالك 145. الأهلي 33 بطولة، الزمالك 7 بطولات، وده حصاد 15 سنة. يعني هو أنت تلاقيهم في المتوسط من 6 ل 8 لاعبين في الموسم.
بمناسبة الصفقات، الأهلي بيدرس إنهاء إعارة جمعة في الصيف تحسبا لرحيل السعيد. ده الخبر اللي قالته الأهرام، وقالت إن الجهاز الفني على تواصل مع صالح جمعة صنع ألعاب الفريق المعار للفيصلي السعودي، وإنه فيه اتفاق على استعادة صالح جمعة في نهاية الموسم دون إكمال فترة إعارته. صالح سنة ونص مش كده؟ مين؟ صالح سنة ونص المفروض، ومع الحق إنك تسترده في أي وقت. في أي وقت. هل في جدية فعلا استعادته؟ ده جهاز فني بقى قد يكون يعني أحد البدائل. يعني هو القول بأنه لا يمكن تعويض أي لاعب ده مش مظبوط. عندك هشام محمد، عندك أحمد حمدي، عندك ناصر ماهر، عندك صالح جمعة. فلا، في بدائل طبعا، مش ضروري كلهم يبقوا طعم واحد، لكن كلهم هينجحوا. ما هو عبد الله نجح وما كانش طعم أبو تريكة، يعني ده كان حاجة وده حاجة، يعني هياخد بعض الوقت، لكن الأهلي ما عندوش مشكلة كبيرة. وإذا رأى يعني عبد الله إن هو خلاص كده يستحق فرصة يؤمن بها حياته إلى الأبد زي ما بيقولوا، أو إلى آخر ده آخر عقد من ناحيته، أنا قلت يبقايا بحب ويرحلها باحترام. طيب، الكلام اللي في مصر اليوم اترد عليها عمليا باللي احنا شفناه، حسام البدري اختار عبد الله سعيد في قائمته. المصر اليوم قالت البدري يدرس تجميد السعيد عقب مواجهتي منانا والاعتماد على حمودي وحمدي في الدوري والكاس. ده اللي قالته المصر اليوم. اللي قالته الشروق، البدري يرفض استبعاد فتحي والسعيد لاجبارهما على التجديد للاهلي، والمدير الفني بيقول الضغط عليهما ابتزاز ارفضه وضد مبادئ وقيم النادي، وسأعتمد عليهما حتى آخر يوم في عقديهما. ده كلام محترفين صح. ده مظبوط، أنا معاه في هذا الكلام. طبعا. وقالت الأهرام المسائي أنه بالنسبة لفتحي والسعيد الكلام ممنوع، لكن الأخبار قالت هناك انفراجة في ملف تجديد عبد الله السعيد للأهلي. الجزيرة الإماراتي كما ورد في موقع في الجول، ايه الانفراجه؟ عبد الله السعيد عنوان كده وخلاص. عايز تقرا؟ لا مش عايز اقرا، عايز اعرف انت مش شفت في الاخبار. يعني هو الكلام على انه فيه انفراجه او فيه تلاقي او فيه استعداد. ايه وانت يعني؟ هتلاقي كل ما تأزم المساله يتقال لك يعني ايه الانفراجه مبنيه على ايه؟ ما انا مش عايز اعديها لسبب. مبنيه على ايه؟ شهدت الساعات الاخيره انفراجه في ملف تجديد عقد عبد الله السعيد. وعلمت الأخبار أن مسؤولي الأهلي اقتربوا من الإعلان عن تجديد عقد السعيد لمدة 3 مواسم مقبلة خلال الأيام القليلة، رغم تعثرها في الفترة الأخيرة بسبب تلقي اللاعب عرض مغري من نادي تركي. وتقال أيضا من ضمن العروض أنه الجزيرة الإماراتي قدم عرض كبير لعبد الله السعيد. طلع موقع في الجول نقل عن محمد عبد الرحمن الخضيري المتحدث الرسمي لنادي الجزيرة الإماراتي نفيه بشكل قاطع نية فريقه في التعاقد مع عبد الله السعيد، وقال أنه السعيد ليس ضمن حساباتنا حاليا، لنية أيضا لرحيل مبارك بوصوفة واستبداله بالسعيد. وقال أن احنا عندنا 4 أجانب في الوقت الحالي يصعب التفريط في أحدهم. ده موقف الجزيرة الإماراتي. كنت عايز تقول حاجه انت في هذا ما هتسمع كلام كده؟ عايز اقفل بقى. يعني احنا يعني ما تتوقعوش مننا مواقف كل يوم تاني راي. قلنا ان احنا عندنا فرقه، وقلنا لعيبه كبيره جدا يسعدنا تماما ان يبقايا، ومصلحه الاهلي ان هم يستنوا، لكن مصلحه الفريق انه يستنوا في اطار اقتصاديات النادي الاهلي اللي هو ما يقدرش يألف اقتصاد جديدة عشان لحظة تنتهي وتفضل انت حطيت مبدأ مخيف جدا يعني. فخلاص نقفل الملف ده خالص ولا نعلق عليه؟ نقفله على ايه؟ نقفله على اللي هو على الوضع ده، لا جديد في الأمر. يتقفل عندما يحدث جديد، هيبقى الجديد مداوي، يا رحيل يا بقاء، هتخبيه ازاي؟ وده مش هتعرف غير اخر اسبوع في عقده. خلاص خلينا واقعيين يعني. نتكلم ليه كتير؟
يعني هي مش حدوته، احنا مش بنسلي الناس. يعني الاهلي مش مجال للتسليه. احنا عندنا شغل، عندنا مصالح، عندنا اهداف نبتدي نتحرك فيها بقى ونركز فيها. طيب الوطن قال ان وليد ازارو بيرفض 7 ملايين دولار للرحيل عن الاهلي، وقالت الوطن انه المغربي وليد ازارو تلقى عرضا مغريا من احد انديه الدوري الاماراتي للرحيل عن القلعه الحمراء مقابل 7 ملايين دولار، لكن اللاعب بحسب الوطن رفض تماما فكره الانتقال الى اي دوري عربي بعد جلسه مع مسؤولي الاهلي، واشار ازارو الى انه سينتقل الى نادي اوروبي فقط حال رحيله عن الاهلي، وانه يركز في الفتره الحاليه مع القلعه الحمراء ويرغب في التتويج بدوري ابطال افريقيا. على فكره ازارو ده لاعب يستحق التوقف والتامل والدراسه. مش عشان قيمته ومهارته، عشان شخصيته. الراجل ده شخصيته سليمه قوي، بسيطه قوي، سلسه قوي. يعني في عز الهجوم ما شفناهوش شايل هم ولا غضبان ولا بتاع، وبعدين اما جيب جون راجل عاقل، يعني حاسس بدور زمايله حواليه، ابتسامه ودوده. حتى شفته في احد البرامج مع الاعلاميه الكبيره استاذه منى الشاذلي، لا شخصيه لذيذه يعني، يعني يتحب، نجم يتحب. في بعض الفيديوهات من هذا الحوار المهم اللي ازاره هتشوفوها الليله دي. طيب الاهرام المسائي ما خلصش لسه من ازمه عبد الله وفتحي، فتح للاهلي فتوحه تاني انه في ازمه في مرمى الاهلي، وانه لطفي يقاتل من اجل منانا، وان اكرامي خارج الحسابات، وشفنا كابتن حسام البدري في اختياراته حاطط لجوان الثلاثه في القايمه ويختار اثنين منهم للمباراه بالطبع، لكن ده وضع طبيعي. اذا لعب الشناوي هيتقال اكرامي غضبان، ويتقال انه علي لطفي مقموص. اذا لعب اكرامي هيتقال ان الشناوي زعل علشان ما خدش الفرصه وما كملش والمنتخب. فانا متخيل انه الوضع هيفضل على هذا القدر من التربص الاعلامي، وخليني اقول لكم ده تربص اعلامي، لانه ما حدش بيتكلم على اي فرقه تانية عندها حراس او عندها لعيبه. هذا اداء اعور. انا مش فاهم انا يعني لو انت ما كنتش ما جبتش علي الكابتن علي لطفي كان هيقول لك ازمه حراس المرمى ونقص الحراس. جبت علي لطفي، ازمه حراس المرمى وضغوط علي لطفي. اولا اي لاعب يجي النادي الاهلي عارف انه علي ان يقاتل حتى يجد مكانه. بالظبط. فهو مش جاي عشان نقول للاعيبه اللي عندنا اقعدوا بقى جالكوا الوحش. هو وحش وكل حاجه، بس هياخد وقته. هم وحوش. وهم وحوش. انما هو هياخد وقته، والراجل اللي قال انا زعلان ولا شفته مره في تعبيرات وشه انه مستاء ولا حاجه يعني. هو جاي على وضع هو عارفه. يلا يا سيدي. طيب بكره برضو باذن الله بيحتفل النادي الاهلي وتحتفل الكره الطايره المصريه بانطلاق البطوله الافريقيه للكره الطائره للانسات في صالة الأمير عبد الله الفيصل في النادي الأهلي. البطولة هتبدأ من بكرة لغاية 16 مارس. المجموعات اللي أسفرت عنها قرعة البطولة، الأهلي على رأس المجموعة الأولى معاه نيكومبا الأوغندي ونيونج الكاميروني وريفينيو الأوغندي. القرعة اللي اتعملت السبت أوقعت أنسات الأهلي في مباراة الافتتاح أمام نيكومبا الأوغندي. هيتقابلوا بكره 3:05 مساء في صاله النادي الاهلي. البطوله هتستمر حتى 16 مارس. المجموعه الثانيه فيها قرطاج التونسي، وفيها هراري سيتي الزيمبابوي، وفيها نجم تشلف الجزائري، وفي البي دي اف بطل بوتسوانا وبافيا الكاميروني. المجموعه الثالثه فيها 5 فرق، الشمس وفاب الكاميروني والانابيب الكيني من اقوى الفرق، ودي جي اس بي الكونغولي وفيجن الاوغندي. 5 فرق في المجموعه الرابعه والاخيره، السجون الكيني وانجز الكاميروني والجمارك النيجيري ودوانس البوركيني واسك ميموزا الافواري. دي قرعه البطوله. شوف بقى مباريات اليوم الاول بكره الثلاثاء ان شاء الله. هيلعب الاهلي مع جامعه
نيكومبا الاوغندي الساعه 6 مساء، الى جانب 6 مباريات اخرى، هراري سيتي الزيمبابوي امام بي دي اف البتسواني، نجمه الشلف الجزائري امام قرطاج التونسي، فيجن الاوغندي امام دي اس بي الكونغولي، الجمارك النيجيري مع انجز الكاميروني، والشمس مع الانابيب الكيني، بدايه صعبه على الشمس وقويه، اسك امام ادونيز البوركيني. مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب. بس قبل ما نجري انت بتجري ليه كده؟ المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه. عايزين نعلق على القرعه دي والبطوله دي. بصفه لعيب كره طايره دولي قديم. واحده من اهم واحب الالعاب الى قلبي والتي اتابعها عن كثب. وكان الاستاذ ناصف يشوفني في البطولات يقول لي انت ما تجيش معايا في اتحاد الكره الطايره ليه؟ قلت له انا رحت بقى الهاندبول يا المهم يعني انا بحب الكره الطايره جدا. هذه البطوله واحده من اكبر واقبل واقوى البطولات والاكثر مشاركه. 18 فرقه على 4 مجاميع، 19 فرقه على 4 مجاميع، يعني في 3 مجاميع كل مجموعة 5 فرق وفي مجموعة 4 فرق. طيب مين القوة الضربة في الكرة الطائرة النسائي في مصر؟ مصر، كينيا، حط كينيا في الأول، حط مصر، حط تونس، حط الجزائر، حط الكاميرون. يمكن تكاد تكون المره الاولى اللي الخمس دول دي مشتركه وفي فرق منهم مشتركه باتنين بفرقتين وفي فرق بثلاثه. يعني في دول بفرقه ودول بفرقتين كينيا ثلاث دول، ثلاث فرق من اقوى الدول في الطائره النسائيه. فطبعا دي بطوله تستحق المشاهده. فعلا يعني. عشان كده يمكن حتى الإقبال على تذاكرها كان كبير. هيحضر حفل الافتتاح إن شاء الله المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وبالطبع الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، والدكتور علاء مشرف نائب رئيس اللجنة الأولمبية، ومحمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة في القاهرة، والمهندس خالد ناصف سليم رئيس الاتحاد المصري، واللواء خالد عبد العال مدير امن القاهره، واللواء عصام سعد مدير امن الجيزه. تم توجيه الدعوه اليهم لحضور هذه الاحتفائيه. بمناسبه الاستاذ خالد ناصف سليم، هو شخصيه مهذبه جدا جدا، كان لعيب دولي ابن الراحل العظيم الاستاذ ناصف سليم، بس شخصيه جميله قوي خالد يعني. لكن انت مره واحده تسمع اخبار كده وبعد كده ما تسمعش تداعيات. يعني قيل حل اتحاد الكرة الطائرة وبعدين ما عرفناش حاجة. هل تم إلغاء هذا الحل؟ هل الحل ده مجمد؟ هل الحل ده مستأنف عليه؟ ما حدش بيقولك حاجة. إنما يعني أنا بس بعلق دي لأن نفسنا مرة أما نفتح موضوع نقفله صح. دلوقتي انت كنت عايز مين على التليفون؟ كابتن رؤوف عبد القادر. طب جابوا لنا كابتن رؤوف. يعني لا يفتى في الطايره بنات كمان. ايوه هو ده صاحب الرقم القياسي في كل حاجه. ما شاء الله يعني. طبعا هو صنع جيل وممكن نجيب حد من الرئيس، ما هو اللجنه المنظمه مين المشرف عليها في برئاسه الاستاذ محمد الجرح. الجرح طيب. يعني شوفوا لنا حد منهم يعني. كابتن حمد الصافي طبعا واحد من عمالقة الكرة الطايرة الكبار في تاريخ الكرة الطايرة الأهلوية والمصرية. هو المدير الفني لفريق أنسات الأهلي، اختار قائمة لخوض هذه البطولة القوية والصعبة. البطولة بتحمل رقم 29. القائمة ضمت 14 لاعبة، نهلة سامح وآية الشامي ومريم متولي وشروق فؤاد ورنا الجهري وفريدة العسقلاني ونرمين المنشاوي ونور ياسين ومريم مصطفى وندى وليد ورحمه المهندس ومايا ممدوح والاوكرانيه كاترين سيشيلكوفا.
الفرقة دي فيها مجموعة من الناشئات أصغرهم يمكن وقد تكون هي الأصغر في البطولة، نور ياسين اللي هي كانت 16 أو 17 سنة ولعبة مميزة جدا يعني. طب انت عايز رؤوف عبد القادر اهو بيقول لك بنعدكم بالبطوله اهو. كابتن رؤوف في تصريح مهم، كابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي في النادي وجه كلمه في الاجتماع الفني للبطوله اكد فيها على جاهزيه الاهلي بكل كوادره وامكاناته لاستضافه هذا الحدث المهم، وقال انه احنا جاهزين لتلبيه احتياجات الفرق المشاركه، رسالتنا للجميع ضروره ابلاغنا باي ازمات او شكاوي او احتياجات او مشاكل تعوق اقامتهم او تدريباتهم او اي ما يعوق مشاركتهم في البطوله. قال كل ما يحتاجه الفرق المشاركه عليهم ابلاغنا به، وشدد على انه بطوله افريقيا هذا العام ستكون قويه للغايه خاصه في ظل وجود فرق عاليه المستوى فيها. كابتن حسن احمد بقى الحكم الدولي الكبير الحكم العالمي الحقيقه في الكره الطايره، هو رئيس لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي، قال ان اللجنه قامت باختيار طاقمي تحكيم طاقم تحكيمي مميز من بعض الدول لاداره مباريات البطوله الافريقيه، وقال انه تم تعريف الحكام الحاضرين بكل التطبيقات والتعديلات، واعرب عن ثقته في نجاح البطولة وظهورها بشكل جيد على كل المستويات الفنية والإدارية والتحكيمية. هويدا مندي المدير التنفيذي للاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة أكدت على أن النادي الأهلي يملك قدرة عالية جدا على تنظيم أكبر البطولات، وأنه الاتحاد الأفريقي ما عندوش شك أبدا في خروج البطولة بمستوى تنظيمي عالي جدا يليق بمصر وبالنادي الأهلي، وقالت إن الأهلي صرح عظيم، تنظيمه للبطولة يعتبر دعم للرياضة المصرية والكرة الطائرة الأفريقية. وجهت الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب لحرصه على إقامة المباريات في حضور الجماهير بأكبر عدد ممكن، وقالت إن ده هيمثل إضافة قوية للطائرة الأفريقية. باشمهندس، وأكد حضور الجماهير جزء من متعتها ونجاحها، وبإذن الله يساهموا في إنجاح البطولة بسلوكهم والتزامهم وعشقهم للنادي الأهلي وحرصهم على أن يحسنوا تمثيله بإذن الله. طيب دي الكرة الطائرة، خلينا بقى في كرة القدم وغرائبها وطرائفها وعجائبها. فيديو بيحمل بعض ضربات الجزاء اللي اتسددت بشكل غير رياضي، شكل ممكن يبان أنه فيه إهانة شوية، ضربة الجزاء الصريحة بشكل احترام حتى الحارس واحترام المنافس، لكن في بعض اللعيبه بتستعرض زياده عن اللازم، صحيح بتجيبها جهون بس بيبقى الشكل لا وصحيح بقى ممكن مش رياضي، وصحيح ممكن يحصل للاعب الذي يتمادى موقف اكثر طرافه. وهفكركم ما كانتش موجوده معانا بموقف هو الاغرب في تاريخ تسديد ضربات الجزاء. طيب نشوف بعض الضربات الجزاء اللي اتسددت بشكل مهين شويه. زائد معنا في القائمة للاعب أونا دياب. المباراة كانت مباراة ودية بين منتخب لبنان والإمارات، وقام اللاعب بعمل استعراض قبل ركل الكرة. دعونا نشاهد. ماكيك أدمياك، الضربة جاءت من على مسافة 11 مترا، وقام اللاعب بتسجيلها بساقه اليمنى، وانتهى المطاف بالحارس بالسقوط في الجهة اليسرى. إنخا ساكين، هذه الكرة كانت محرجة للغاية، فقد قام اللاعب بركلها سهلة وسقطت في يد حارس المرمى، وللأسف قام حارس المرمى وترك الكرة من يده ليحتفل مع الجمهور، لتعبر الكرة وحدها خط المرمى وتدخل بكل أريحية مسجلة هدفا داخل الشبكة. روبرتو بيريس هنري، للأسف قبل أن يستطيع اللاعب تسديد ضربة الجزاء هجم عليه لاعبي الفريق الآخر وأخذوا الكرة منه، وهو ما عرضهم للعقوبة بعد ذلك. عايز تعرف أغرب ضربة جزاء؟ أمير سعيود لما تكعبل في مباراة كيما أسوان وفي الكأس، وفوزنا في هذه المباراة 5-0 وجاءت ضربة جزاء وهو واقف ماسك الكرة، قلت هيحاول يبتكر فيها وربنا يستر. ظل يتمادى وهو داخل أعمل إيه لحد ما وصلها راح متكعبل.
قبل ما يلمسها فوقع، راح محرك الكوره 5 سنتي يدوب، خلصت الكوره اصبح ممنوع يلمسها تاني، حرق اللعب. طيب لو عندنا دورنا عليها دي، بتحب زي النهارده انت؟ زي النهارده كسبنا مين يا جماعه؟ زي النهارده، زي النهارده 5 مارس 1939 الاهلي فاز على المختلط 3-1، كان في دوري القاهره، سجلها عبد الحميد عبد المجيد العش هدفين وهاني هدف، وسجل عمر شندي هدف المختلط. لكن في 4 مارس ولكن 1977 الاهلي فاز على هورسيد الصومالي 3-0، كان في بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري بمسماها وقتها، سجل الاهداف الثلاثه الخطيب وطاهر الشيخ وشريف عبد المنعم. في 6 مارس 92 الاهلي فاز على الزمالك في الدوري 1-0 بهدف محمد رمضان، نفتكره مع حضراتكم. مع محمد رمضان ده لازم ياخد حقه، دماغه عالية يا جماعة، هداف في سكة لوحده، راجل بيجيب اهداف ماركت محمد رمضان، هو اللي بيجيب الجون بدماغه قبل ما يلعبه، بفكره قبل ما يلعبه. يعني وكان بيحكي لي لما ببقى هنا وانا يعني اروح عاملها بطريقه معينه وانا متاكد ان الجون بيتحرك كما اتوقع، يفاجئ، مش يفاجئ، يجدها في المرمى، بيسجل بعقله، بخبرته، بعقله، بسلاسه، بهدوء، لا شفناه بيتشقلب ولا بيحتفل ولا اي حاجه، لكنه الراجل ده كل دقيقه بيجيب جول. طيب ماذا ينتظر الاهلي غدا مع منانا؟ ايه اللي هيحصل بعد الفاصل؟ اهلا بحضراتكم من جديد. التاسعة حلم ولا علم؟ اللقب التاسع للأهلي في دوري الأبطال بإذن الله تعالى حلم كبير يتحول إلى حقيقة وواقع وعلم بإذن الله. النهاردة كان الاجتماع الفني للمباراة، الأهلي ومونانا الجابوني وطاقم التحكيم ومراقب المباراة في استاد القاهرة، ومعنا من هناك موفد قناة الأهلي الزميل محمد سعيد عشان يطلع حضراتكم ايه اللي حصل في هذا الاجتماع الفني، ايه الاشتراطات اللي اتقالت، ايه التعليمات، الترتيبات بكره ايه. محمد مساء الخير. محمد سعيد. استاذ ابراهيم اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وتحياتي للكابتن عادل القيعي وكل مشاهدي قناه الاهلي. محمد قول لي ايه اللي حصل في المؤتمر الفني وايه كل التعليمات اللي اتقالت بالصوره الكامله عندك. انتهى الاجتماع الفني لمباراة الأهلي ومنانا في ذهاب دور ال 32 لدوري الأبطال الأفريقي هنا طبعا في داخل فندق إقامة فريق النادي الأهلي، حيث حضر طاقم التحكيم المالي بقيادة تراوري حكم الساحة في هذه المباراة، واثنين إداريين من فريق منانا وبعثة فريق منانا الجابوني، في حضور طاقم أو في حضور المراقب المباراة الحكم الليبي السابق الدولي عبد الحكيم الشلماني، وأيضا حضر من طرف النادي الأهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة
الكره كابتن سعيد احمد اداري الفريق وكابتن ماهر عبد العزيز اداري الفريق وايضا سياره اللواء محمود الفيشاوي مدير فرع النادي الاهلي بالشيخ زايد ومفوض من رئيس اللجنه المنظمه للمباراه. لكن للاطلاع اكثر على تفاصيل هذا الاجتماع وما دار في الاجتماع الفني والترتيبات الامنيه وكل ما يدار بخصوص الفريقين قبل المواجهه المرتقبه غدا باذن الله، يسعدني ان يكون معي سياره اللواء محمود الفيشاوي للاقتراب اكثر ولاطلاله ما دار في هذا الاجتماع والاخبار الحصريه من المصدر نفسه اللي حضر هذا الاجتماع. سياده اللواء برحب بيك وتحيات المهندس عادل القيه والاستاذ ابراهيم منيسي لك ولكل جمهور النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير كابتن عادل القيعي، مساء الخير استاذ ابراهيم المنيسي. احنا النهارده الساعه 9 مساء حصل الاجتماع الفني، حضروا طاقم الحكام وفريق النادي الاهلي وفريق النادي الملك كابتن سعيد عبد الحفيظ وكابتن سمير عدلي واداري النادي الاهلي. في حاجات كتير تناقشوا فيها، اولا طبعا الحاجات الفنيه اللي تخص التيشيرت والطقم الزي اللي هيمثل بيه الفريقين اللعب واللي هم هيشيلوا الكور وطقم التسخين، كل ده تم مناقشته فنيا. وكان في بعض الامور الامنيه، كان مراقب المباراه حب يأكد عليها وهو أولا تحرك الفريق الضيف من مكان إقامته إلى الاستاد القاهرة، وتم الاتفاق على أنه يكون الساعة 5:45 مساء بحيث أن هم يكونوا في استاد القاهرة الساعة 6، النادي الأهلي هيتحرك الساعة 5، طاقم الحكام هيتحرك 5، النادي الأهلي هيتحرك 5:30، طاقم الحكام هيتحرك 5:30 بحيث كله يبقى في الاستاد الساعة 6. مراقب المباراة دقى كمان على التأمين بتاع الفرقة، وهم طلبوا ان سرعة حجز لهم في مطار القاهرة عشان هم عايزين يغادروا بعد المباراة مباشرة، غادروا في الطائرة اللي هتغادر القاهرة الساعة 2، هم هيتحركوا الساعة هيكونوا في المطار الساعة 12. تم تنظيم هذا الإجراء بحيث ان هم هيتحركوا مباشرة بعد المباراة مباشرة. الاهلي هيرتدي الزي الاساسي، هو صاحب الملعب والمباراه الزي الاساسي، طب فريق مونانا بيرتدي التيشيرت الاصفر، لكن سمعت ان هم جايين بتيشيرت احتياطي اخر. هم هيرتدوا بكره ان شاء الله التيشيرت اخضر والاحتياطي برضه تيشيرت اخضر، فهم المباراه دي هيبقوا لابسين الزي بتاعهم الزي الاخضر. الاهلي زي اللي هو التقليدي بتاعنا اللي احنا بنعتز بيه الزي الاحمر ان شاء الله. هل كان لهم طلبات معينه ولا قالوا ان الاهلي وفى بكل شيء؟ وكمان مساله المعامله بالمثل، يعني مثل هذه النقاط تم مناقشتها في الاجتماع؟ الاستاذ محمد برجان اللي هو المنظم اللي هو مفوضني رئيس اللجنه المنظمه كان قال لي كل طلباتهم تجاب، وهم فعلا هم سعداء وهم ابدوا واثنوا على النادي الاهلي وقالوا النادي الاهلي نادي كبير، احنا سعداء ان بنلعب معاه، وده مش جديد على النادي الاهلي في سواء تيسير كل شيء لهم، حجز الفندق، التدريب، قالوا ان احنا ما لقيناش اي صعوبه، وهم سعداء بوجودهم في نادي الاهلي وعارفين انهم بيلعبوا قصاد نادي كبير. وكان لهم طلبات اللي هي التذاكر، وتم توفير لهم التذاكر اللي هو الممتازه يمين 50 تذكره ليهم، والفي اي بي بتاعهم 15 تذكره. طاقم الحكام طلب تذاكر للناس اللي هم الزوار معاه، تم تلبيه هذا الامر. هم كانوا عندهم 2 صحفيين، قالوا طيب عملنا لهم اي دي للصحفيين، هم مبسوطين، قال احنا ما عندناش مشاكل وان شاء الله انتوا هتلاقوا حفاوه زي اللي انتوا قابلتونا بيها يعني. فهم عارفين قدر النادي الاهلي. المراقب الليبي بيدون كمان وجهات نظرهم واستمتاعهم او سعادتهم باستقبال النادي الاهلي، يعني المراقب الليبي بيدون ده وطاقم التحكيم عشان تقرير بيرفع للاتحاد الافريقي بعد كده. هو المراقب المباراه كل حاجه بيدونها وبعدين بيسالهم انتوا هل لكم اي مشكله؟ طب لكم اي ملاحظات؟ فكل هو اكد عليهم وقال لهم كل حاجه احنا بنكلمها دونوها عشان ده اللي هنلتزم بيه في المباراه. فكل حاجه هم دونوها وهو ملتزم بكل حاجه، وهو ايه دون كل حاجه وادك تعليمات والامور كانت واضحه تماما، وتم تيسير كل امر ليهم يعني. جزئيه اخيره، غدا حسب ما سمعت من الكابتن سعد الحفيظ عقب الاجتماع ان مش هيبقى في مؤتمر صحفي بالاتفاق بين كلا الفريقين.
هم كانوا طبعا هم مستعجلين عشان يقدروا يغادروا، فتم تلبية رغبتهم ان ما فيش مؤتمر صحفي، فاحتمال كبير ما يحصلش مؤتمر صحفي بكره. شكرا جدا سياده اللواء. عايزين بس نوجه جمهور طبعا كلمه رساله جمهور النادي الاهلي، احنا فرحانين بعوده جمهورنا في استاد القاهره وسعداء بوجودهم، احنا عايزين الجمهور يفرحنا، فاحنا سعداء بيهم وان شاء الله يكون بعد مده طويله في استاد القاهره، عايزين نستمر. فانا عارف ان جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم ورا فرقه عظيمه، احنا كلنا بنتشرف بالانتماء للنادي الاهلي، فعايزين الجمهور بكره يفرحنا ان شاء الله. شكرا. شكرا جدا سياده اللواء. كابتن عدلي استاذ ابراهيم، دي كانت اطلاله سريعه عقب او مداره في الاجتماع الفني بحضور طاقم التحكيم المالي والمراقب الليبي، بحضور الفريقين فريق النادي الاهلي وفريق منال الجابوني هنا من داخل فندق اقامه فريق النادي الاهلي. اذا كان لديك اي استفسارات بخصوص هذا الاجتماع او اي شيء اخر متعلق بفريق النادي الاهلي هنا من داخل فندق الاقامه. كان مهم يا محمد نسال سياده اللواء محمود الفيشاوي او احد من المنظمين عندك على ضوابط الجماهير، ايه بكره الموانع اللي الجهات الامنيه محددها للجمهور، وايه اللي يتقال للجمهور اللي رايح الاستاد بكره؟ طبعا مؤكد ان عدد التذاكر المحدود نفذ، مش هيبقى فيه فرصه لدخول اعداد زياده، لكن التعامل مع الجماهير والممنوعات المحظور من الجماهير ارتكابها بكره يا ريت تكون نصايح واضحه من سياده اللواء. سياده اللواء الفيشاوي، يمكن سؤال من الاستاذ ابراهيم المنيسي خاص بالجمهور، ايه الضوابط اللي ممكن هيتعامل بيها غدا بالتاكيد الافراد الامن، لان انا عارف كمان اللي هيتعامل مع الجمهور امن النادي الاهلي مباشره طبقا طبعا للشروط اللي بتحصل دلوقتي في الملاعب وفي البطولات الدوليه والاوروبيه، لكن ايه الضوابط اللي هتكون مع الجمهور وايه الممنوع عليه الجمهور بحيث يبقى المشجع اللي جاي بكره لاستاد القاهره يبقى عارف ايه اللي ليه وايه اللي عليه؟ احنا طبعا من جمهور النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي منا. ان شاء الله هم هيطلوا من على الباب القبلي، في امن النادي الاهلي هو اللي هيتعامل معهم. طبعا احنا ما نقدرش نستغنى عن قوات الشرطه وهي موجوده بكثافه، ولكن احنا امن النادي الاهلي هو اللي هيتعامل ان شاء الله مع الجمهور. طبعا الممنوعات معروفه اللي هي ما فيش شماريخ، ما فيش صفارات، ما فيش ليزر، طبعا ازازات المايه لازم تبقى ما فيهاش غطا، كل الحاجات دي ممنوع تخش. احنا عايزين ان شاء الله احنا منهم ان شاء الله، واحنا هنساعدهم في كل حاجه كويسه. الاعلام عادي طبعا، الاعلام بتاع النادي الاهلي، اي لفتات خارجه من غير مقبوله، لكن الاعلام بتاع النادي الاهلي وعلم مصر وكل الحاجات دي مسموح بيها ان شاء الله، واحنا هنكون معاهم جوه الاستاد باذن الله في المدرجات ان شاء الله. الاجتماع الامن اللي تم في استاد القاهره وكان بحضور طبعا وزاره الداخليه، في ميعاد لدخول الجمهور وفي ميعاد هيتقفل فيه الابواب خاصه بالاستاد؟ طبعا هو الاجتماع الامني وحضره حكم دار القاهره ورئيس قطاع شرق وقيادات من وزارة الداخلية والسيد اللواء علي درويش وجميع الهيئات والمؤسسات اللي هي مشتركة في تنظيم المباراة. طبعا اتفقنا على ان فتح الاستاد للجمهور هيبقى الساعة 3، غلقه الساعة 6 ان شاء الله، هو دي ميعاد الجمهور من 3 ل 6، بعد كده الابواب هتغلق عشان نقدر يبقى في تيسير للحركة. هو ده اللي تم الاتفاق عليه. أماكن الجمهور هيكون في الدرجة الثانية اللي في وسط الملعب بالخلاف الدرجة الأولى والمقصورة الأساسية والأمامية. هو الدرجة الموحدة اللي هي الدرجة الثانية دي للجمهور. أولى شمال ممتازة شمال ما فيهاش جمهور. ممتازة يمين فيها جمهور الضيف. المقصورة والرأسية والأمامية للدعوات بتاع كبار الزوار والفي أي بي. ممتازة شمال ما فيهاش جمهور. لو لاحظت حد دول هيبقى قوات التأمين من البحث الجنائي وكده، لكن ما فيش جمهور إلا في الدرجة الثانية. إن شاء الله تكون بداية موفقة، واستاد القاهرة يستضيف مباريات أكثر للأهلي في الانطلاقة الأفريقية، وهي خطوة إيجابية جدا من قبل إدارة النادي الأهلي في هذا التاريخ وفي هذا المشوار الأفريقي في بداية الـ 32 دور الأبطال الأفريقي. إن شاء الله عايزين نستمر في النادي الأهلي، الجمهور يكتر. والجمهور يكتر واحنا بنبقى سعداء بالجمهور، ودي توجيهات يعني تملي رئيس النادي السيد رئيس النادي بيتكلم في هذه الجزئيه، الجمهور يعني سند النادي الاهلي تملي. متشكرين جدا. شكرا جدا سياده اللواء، عوده ليك استاذ ابراهيم اذا كان ليك اي استفسار اخر. شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد موفد قناه الاهلي الى استاد القاهره.
شكرا جزيلا يا محمد. عندك تعقيب؟ طبعا اتفضل. المؤتمر كلاسيكي. هو حتى اسمه الاجتماع التقليدي. التقليدي. يعني انتهى النهايه اللي احنا نتمناها ان ما فيش ملاحظات. ايوه. لان دي بتلزمهم هناك يعاملك بالمثل. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي تهمني جدا ما انتهى بيه اللي هو الفيشاوي، والحقيقه هو اختيار موفق اللي هو الفيشاوي ان يكون ممثلا في هذه الاجتماعات، لان اللي هو الفيشاوي قبل ان يكون مديرا لفرع الشيخ زايد هو كان مدير امن النادي الاهلي، وكان المنوط به التعامل مع الجماهير وتنظيم المباريات، فهو عنده خبره كبيره في الموضوع ده. فما بقول لك احنا اللي هننظم واحنا بتاع، تعليماته هي تعليمات بالنسبه له واضحه وسهله، قالها ببساطه شديده لدرجه قال حاجه ازايز الميه بدون غطا. تستغرب يعني ايه ازايز الميه بدون غطا؟ لان ازازه الميه اذا اتحدفت وهي مقفوله بتبقى تقيله جدا. تبقى سلاح. طبعا. لكن لما تبقى بدون غطا واتحدفت في كل الملاعب. حتى بره وانت داخل الملعب مفيش حاجه كده. مفيش ازاز يعني اكواب زجاجيه ولا تراموس ولا حاجه، انما زجاجات بلاستيكيه منزوعه الغطاء. انت عايز تشرب خليها معاك. فاعتقد ان كل ما التزمنا بهذه التعليمات كل ما كان الامر اكثر سهوله اكثر نجاحا، مشجع ان الاعداد تزيد. عايزين نستمر في تجربه استاد القاهره. تاكيد اللي هو محمود الفيشاوي جمهور الاهلي ده جمهورنا واحنا منه وهو مننا، دي كلمه مهمه جدا. الناس اللي رايحه الاستاد بكره لازم تكون حريصة على إزاي تنجح الفكرة علشان الخمس تلاف بعد كده يبقوا 10 ويبقوا 20 وتبدأ العودة التدريجية الكاملة والطبيعية من الجماهير للملاعب إن شاء الله. هو أول دي فرصة ودي بداية، خلينا نشجعها وخلينا ننميها إن نجاح شاء الله. نجاح اليوم بتاع بكرة في إيدي الناس اللي مش هتعرف تخش. مش اللي دخلت. إن ينصرفوا بهدوء لأقرب أماكن يستطيعوا أن يشاهدوا فيها المباراة، أو ما يروحش يحتفل يعني مبدئيا. إذا كان من الأسباب ما عندوش تذكرة ما يروحش، مش هيعرف يجيب تذكرة. بالظبط. طيب ده جمهور الأهلي، لكنه جمهور الأهلي على الهاتف أيضا عدد كبير منه يمكن بيلح علينا في المكالمات، هناخد أكبر عدد ممكن بس سريعا. أمين من كفر الشيخ. أستاذ أمين السلام عليكم. وعليكم السلام. سلام ورحمة الله. بمس عليكم وعلى جمهور الأهلي العظيم. معك أمين مشرف من قلين كفر الشيخ. أهلا بيك يا أستاذ أمين. أنا هأسرد بعض النقاط وأرجو حضرتك هتجاوبني عليها بعد ما أشكرك. اتفضل. بعد المؤتمر اللي عقده الكابتن محمود الخطيب عن الإعلان عن استاد الأهلي، خرج أحد الصحفيين عشان أكون دقيق، كان في جريدة اليوم التالي مباشرة، يا جريدة الأخبار يا جريدة الدستور، اتكلم وقال معنى الكتاب، هو كان في صفحة الرياضة، معنى الكلام اللي هو اللي انا فهمته من الحوار بتاعه انه بيقول الخطيب والفنكوش، كيف للخطيب ان يعلن عن استاد الاهلي وهو لم يحصل على الارض وخلافه، وان هو بيضحك على الجماهير. فارجو يعني ان يخرج علينا المتحدث الاعلامي يؤكد، او الكابتن الخطيب يؤكد ان حصل على الارض وهيكون امتى البدء في المشروع. تمام. ثانيا ارجو من لاعبي الاهلي ومدربهم المحترم حسام البدري لما نحسم الدوري ان شاء الله قبل انتهائه، احنا كجماهير الاهلي بنحب الارقام القياسيه، ما يفرطوش في زياده الارقام. اعتقد اكتر فوز للاهلي 17 مباراه، عايزينهم يبقوا 20 و21 الى ان ينتهي الدوري. تمام. ثانيا انا لي اعتاب على الكابتن، على المهندس عدلي والكابتن محمود الخطيب قبل منه كمان، وارجو تسيبوني اقول الكلمه دي سريعا برضو. الاهلي مدرسه يتعلم منها الجميع، قد يؤثر، وانا بقول مش قد، لا ده يؤثر اللاعب الخلوق في المجتمع قبل المدرسه. الان في عصرنا هذا المدرسه لم تعد تعلم لا ادب ولا اخلاق، قد تعلم العلم ولكن لا تعلم الادب، وهذا واضح. ارجو انا عاتب على المهندس عدلي لسبب، وارجو ان الناس تتفهم اللي انا بقوله. اللاعب الذي ياتي للاهلي لابد ان ياتي منضبطا اخلاقيا في هيئته. اللاعب اللي تعاقدنا معاه الاخر حالق وسايب نص شعره فوق، هذا سيكون قدوه
وفيه لاعب دخل من النادي الاهلي بنطلونه مقطع. يا ناس انتوا قدوه، الاهلي مدرسه، ارجو ان يكون هذا في العقد، ان يلتزم اللاعب بالاهلي زي الجيش، زي القوات المسلحه. ثانيا، هناك عيب موجود في جميع مدربي مصر، حتى هذا يؤثر على المنتخب. انا لعبت كوره لكن ما لعبتش في انديه، معروف كده. الكرة الثابتة التي يمكن أن تركل مباشرة إلى المرمى وتسجل هدف، يجب أن يكون الحارس المرمى على يمينه لاعب تحت العارضة وعلى يساره. وأرجو أنك تعرضوا دلوقتي تأكيدا لكلامي، جون للمقاولين في الأهلي في المباراة الأخيرة أو الأولانية، من حتى في الزمالك المباراة الأخيرة جابوا جون في الفريق اللي كانوا بيلعبوه من نفس الخطأ، لاعب واحد واقف مع الحارس والزاوية الأخرى فاضية وبيجي منها الهدف. ممكن أسألك سؤال بس، تتحدث عن ضربات الحرة ولا الضربات الركنية؟ الضربات الحرة التي يمكن ركلها من أي مكان على المرمى. معلش بقى هرد عليك بعد، بس عايزك تستنى معايا على الهواء. أنا مع حضرتك. لا يمكن الكلام اللي أنت بتقوله ده وإلا يخش فينا كل ماتش جول من كل ضربة حرة. أنت عارف يعني إيه؟ إنك أنت تقف على خط المرمى يعني إنك بتغطي الأوفسايد. لكن في ضربات الركنيه انا معاك، في الضربات الركنيه انا معاك، لان هنا انما الضربات الحره اللي في بره انا غطي عشان اللعيب يقف لي ورا ظهر الحيطه وينفرد. لا تمام، هذا كلام مش مظبوط. قال غيره. قال شديت يا استاذ امين، في حاجه تانيه مع حضرتك على التليفون لحد ما لا استناني بس، انت عتبت علينا والخطيب، بس والله مش انا اللي حلقت له يعني، ما يعني لا هو عايز يقول لك يعني مش بالشكل ده يا سيدي. انا فاهم، هو انا يعني انا بقى هجيب اللعيبه واقفهم افتش على الضوافر المناديل؟ بتكلم على ان احنا قدوه يا استاذ امين. نعم، شوف انا عايز كل اللعيبه تبقى جاده. تمام. وعايز كل اللعيبه كانها في معسكرات. لا مش ممكن هذا الكلام، لان اذا كنت تقدر تقول لابنك احلق ازاي والبس ازاي، انا هقول للعيب يعمل ايه، والا هنتحول الى شيء يعني زي حكم رقوش، اعمل وما تعملش ولاعيبه كتير تكش مننا. لكن السلوك الغريب المبالغ فيه الذي يخرج عن اطار النظام العام والاداب العامه مؤكد لازم نقومه. انا معاك 100%. تعرف سيادتك اسمح لي، فيه لاعب في الاهلي تاثر بهذا اللاعب في تاني اسبوع حلقه زيه، وارجو راجعوا لاعب من الاهلي قدوه محترمه مثله ويمكن احسن منه بيلعب في الاهلي بقاله اكتر من 10 سنين تاثر يعني بيه يعني كان مستني يعني يا استاذ امين كان بقاله 10 سنين ومستني لما يشوف الحلقه ديت عند اللاعب الجديد ده هو شايفها. على اي حال هي وجهه نظر، يا ريت يا ريت غيرتك على الشكل محموده جدا. لا لا الناس تبقى جاده طبعا، وانا البنطلونات المقطعه الحاجات دي انا بستغرب يعني الناس بتدفع فلوس، عارف البنطلون المقطع ده اغلى من السليم يجي 3 4 مرات. شكرا يا امين. شكرا يا استاذ امين. هذا الكلام بالنسبه للبنطلون المقطع. طب نشوف ياسر بعد ياسر، بس احكي لك على حكايه البنطلون المقطع. رحنا اسيوط نعمل مباراه في افتتاح مستشفى الكبد اللي انت كنت زرتها، فكان معانا احمد حسن الصقر، واحمد حسن من المنيا، وكان لسه ماشي من الاهلي وراح الزمالك. فجه قال لي تعالى بص، هو يعني بيعايرنا على ان انا من اسيوط، بيقول لي خد احد بلدياتك. شافني لابس بنطلون احمد، لابس البنطلون الجينز اللي انت بتتكلم عليه المقطع، فقال له ادي اخره اللي يتعالى على الاهلي، لبست بنطلون مقطع. يعني التاني فين احمد حسن؟ خلاص الراجل الشعر وبقى بيلبس بنطلون مقطع. ايوه. طيب استاذ يسري. بخير يا فندم. اهلا بيك يا استاذ يسري. ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك. بخير يا باشمهندس. اهلا يا حبيبي، مساء النور. انا يمكن من اقدم مشجعي الاهلي، انا بشجع الاهلي من حوالي 60 سنه. ربنا يديك الصح. وما شجعتش الاهلي صدفه، بس انا هدي كده ملحوظه صغيره للي بيتهكموا على قيم ومبادئ النادي الاهلي. هو باشمهندس مين اول نادي فاز بكاس مصر؟ نادي الزمالك. ليه؟ في الوقت ده كان في نادي انجليزي بيلعب في البطوله، الاهلي رفض يشترك فيها بالظبط، وفاز بيها الزمالك. دي قيم ومبادئ النادي الاهلي اللي هو دستور من بدايته. عشان اللي بس الزمالك اشترك عشان يغلب النادي الانجليزي يعني. ده علشان اللي بيتهكموا على قيم ومبادئ الاهلي.
لا مش بيتهكموا وما بينكروها. وتهكم يا باشمهندس، تهكم. اتفضل. انا بشوف الحمله دي كاس السلطان حسين يا استاذ يسر اللي انت تقصدها، انما كاس مصر الاهلي شارك وخرج في السيمي فاينل، بس مش مهم لان هو الغيره الاهلي الوطنيه بتاعت الاهلي في مواضع كثيره تانية. هو استاذ ابراهيم بعد ما شارك يمكن اكثر من 9 مواسم ورا بعض فاز بالكاس. تمام. بالنسبه للحمله المسعوره انا هذكر اسامي بدون خروج عن النص لان انا راجل كبير ومش هخرج عن النص. تمام. اما كابتن خالد الغندور يقعد على ترابيزه الاجتماع بتاعه 4 نقاد رياضيين كل واحد بيقول رؤياه واحلامه على التجديد ومش التجديد وكل واحد برؤيه مختلفه. ده انا بسميه تهريج. يعني وجهات نظر يعني كل واحد بيقول هو بيقول رأي. انا بحترم بس كل واحد ده بيقول رؤيته حسب الحلم اللي شافه. تمام. بالنسبه الكابتن مدحت شلبي اما بينتقد سيد عبد الحفيظ انه بيعترض على الظلم اللي بيقع على الاهلي، هو كان منتظر ان سيد عبد الحفيظ يقدم له جواب شكر للحكام على هذا الظلم اللي وقع على الاهلي باستمرار. اما الاقي مذيع في احدى القنوات الرياضيه بيجيب مستضيف واحد وجايب له صور 4 مدربين مش من بينهم حسام البدري، بقول له تختار مين افضل مدرب في مصر؟ هم كلهم محترمين، انما انا ده افضل مدرب في مصر ما حققش بطوله، واحد من 4 منهم ما حققش بطوله، على اي اساس هيختاره؟ اما بلاقي حسام البدري ينفي انه هيجمد السعيد واحمد فتحي، مين اللي اوعد بالكلام ده؟ وان حسام البدري بيخشى من الجمهور انه ينقلب على عبد الله السعيد واحمد فتحي. يا جماعه ده جمهور الاهلي عظيم قوي. جمهور الاهلي احنا شفناه في التدريب في مختار التتش بعد الوعكه اللي حصلت له عمل ايه في النادي وازاي وقفوا على دي. ده جمهور النادي الاهلي. وده الاهلي وده قدر النادي الاهلي. ربنا يخليكم للاهلي ويخلي الاهلي هذه القيمه الكبيره في مصر. وائل من المنيا. استاذ وائل. السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ ابراهيم العدلي. اتفضل. لو سمحت انا كان ليا بس طلب. اللي شفت الاستاذ اسلام صادق اتكلم عن الاهلي واتكلم عن لعيبه الاهلي بمنتهى السخريه وبالذات الحديث اللي عمله حسام غالي. فيا ريت ان احنا يعني اسلام صادق ده بالذات ده راجل بيكره الاهلي كره فظيع. فبلاش حضرتك ان يعني المفروض اداره الاهلي دي المفروض ما يخلوش ان احنا نعمل احاديث مع اسلام صادق. ان احنا كده بنديله السلاح اللي بيضربنا بيه ويحرف في كلام ويزود في كلام. وكان قبل كده في واقعه واثنين مع لعيبه وعمل مشكله وعمل اثاره. طب ليه؟ ما هو بص انا في الاول اتخض لكن لما الاقي النماذج بتتكرر وبنفس التوجه للاضرار بمصالح الاهلي ما بنزعجش. يعني انا على تجربه شخصيه كان في احد الاعلاميين مصطادني كل يوم وانا مدير النادي الاهلي كل يوم العمود بتاعه عباره عن عادل القيعي لم يفعل شيء صح. لحد ما في يوم من الايام في واحد ابن صياد بيعدي من قدام اتحاد الكوره عربيه خبطته قال لك لو عادل القيعي كان شايف شغله ما كانش الواد ده اتخبط. فطبعا القصه انه كان فانا طلعت قابلته قلت له والله انا الاول كنت بزعل وكنت خايف منك بس دلوقتي انا بقى ارجو الا تتوقف انا جاي اشكرك وجاي اتاسف لك. هو اتخض جاي اتاسف لي يا استاذ يا استاذ قال لي ليه بس اسمع بس خد بالك من قلت له لانك لو توقفت هتبان موضوعي انك بتتكلم على مواضيع لكن لو كملت الناس شايفاك انك متحامل. انت دلوقتي حكمك ايه على هذا النوع من الاعلام؟ اعلام ماشي. اعلام ماشي. صادق ام تصفه بايه؟ لا ده فاشل ده ليه اغراض ده مو اذا خلاص انت هو الاعلامي مش عايز زميله اللي يقيمه المتلقين. الاعلامي عايز المتلقين اللي زي حضرتك
ايوه فاصبح هو على فكره هو مش مستني ردي الحمد لله، لان ما يقوم به لا استطيع ان اقوم به. ما يقوم به هو انه يصم نفسه بالتحيز، انا مش هو بيعمل شغله كويس قوي انه يصم نفسه بالتحيز وخلاص خير وغيره. استاذ وائل ماشي ماشي يا كابتن عدلي، بس احنا المفروض احنا طب انت مطلوب مننا ايه؟ سلطاننا عليهم ايه غير ان احنا لما يتناولوا معلومه مش مظبوطه نصححها؟ في ايدنا حاجه؟ لا بص حضرتك، ان هم ان لعيبه الاهلي او المجالس الاداره او الاجهزه الفنيه ما يعملوش معاها احاديث فنيه. انا معاك في النقطه دي، اللي انت تشعر انه مش هيكون امين معاك ابعد عنه. هو انا بديله حضرتك السلاح. ماشي ماشي ماشي، اتفقت معاك بقى. ماشي. شكرا يا استاذ وائل. معانا مين معانا تاني؟ استاذ انور من الشرقيه. سلام عليكم يا استاذ عادل. انور ايه يا استاذ انور؟ انور عبد الكريم من الشرقيه. اتفضل يا استاذ انور. يا عبد الكريم شكرا، بس بشكر حضرتك يا حاج عادل انت والاستاذ ابراهيم على موضوع عبد الله سعيد اللي انت قلته المره اللي فاتت، يمكن هدى من واحد شويه وانا بشكر. وبعدين قيم النادي الاهلي ومبادئه معروفه للكل، مهما يقولوا مهما يعملوا الاهلي هو نادي مصر، نادي الشعب اصلا، معروف محبوب لكل. هما في ناس كتير كلمة مبادئ وقيم الأهلي مضايقاها أكثر من انتصارات الأهلي، لأن الحقيقة هو ده اللي يميز النادي الأهلي. يعني ناس تانية يعني ماتش يقدر يكسب ماتش، بطولة يقدر يكسب بطولة، لكن أن نصنف أنه راعي القيم والمبادئ لا صعبة. ولذلك دي هي دي اللي عاملة لهم تربانة في دماغهم. وجيب لعيبة كويسة بإدارة حضرتك ورئيس النادي كابتن محمود الخطيب. تمام يا استاذ انور. وكل اللي بيشرفوا على الكره في الاهلي ناس محترمه، عشان كده جمهور النادي الاهلي جمهور محترم. الحمد لله. دايما يا رب ان شاء الله. سليم، هو حضرتك انا عندي ابني عنده مواليد 2003. يدي تليفونك في الكنترول. بعد يدي تليفونك في الكنترول يا عشان البرنامج ما يخرجش عن هدفه. يدي تليفونك في الكنترول ويتواصلوا معاك بعد كده باذن الله. شكرا انور. معانا تميم من هنا. السلام عليكم، ازيك يا كابتن عدلي؟ سلام ورحمة الله. حضرتك يا كابتن عادل، أنا كنت عايز أتكلم في كذا نقطة، نقط مهمة جدا بالنسبة للجمهور خاصة من الصعيد، إن إحنا بنسافر وبيطلع عينينا فعلا إن إحنا بنروح نقدر. أولا يا كابتن، في استلام التذاكر وحجز التذاكر من على النت بيبقى بنبعت واحد قبلنا عشان يبات في القاهرة هناك عشان نجيب التذاكر بتاعتنا. تمام، من الـ من الـ من الفرع او من الـ انت اصل في خطوه قبل ايه؟ قبل انك تجيبها من على النت، انك تأيد بياناتك في النادي الاهلي. ما احنا مأيدين بياناتنا من على النت برضه يا كابتن. ايوه، ايه اللي بيحصل بقى؟ اللي بيحصل يا كابتن ان احنا بنحجز التيكت، بعد ما بنحجز التيكت بنبعت واحد مننا القاهره، تمام، قبل الماتش بيوم بيروح هناك بيجيب. وتبعت القاهره ليه؟ ما هم عاملين دلوقتي نظام انك تستلم من فوري، اقرب فوري ليك. لا، ادفع من اقرب فوري ليا، لكن مش استلم من اقرب فوري ليا، استلم من يعني انت بتدفع وتيجي تستلم. دي ما فيهاش مشاكل، دي سهله جدا علينا. لكن يا كابتن عادلي، لما بيبقى الماتش في برج العرب، والله يا كابتن بيطلع عينينا، والله يا كابتن بنسافر من هنا الساعه 9 بالليل. يبقى دلوقتي احنا هنلعب في استاد القاهره، قول يا رب تكمل التجربه وانتوا اللي هتنجحوه. يا رب يا كابتن، بس يا كابتن يا رب بحكم الاهلي، يعني يا كابتن الاهلي اللي بيلعب، الاهلي هو المفروض هو اللي يحكم في حوار الملعب وكده. احنا يا كابتن استاد القاهره ده بتاعنا، بتاع الاهلي، ايه اللي يخلينا نروح نترمي نلعب؟ ما احنا اهو يا يعني يا تميم، هنلعب في استاد القاهره، عايزين ننجح التجربه علشان نستمر بس. تمام، انا المره دي ما فيش معايا تيكت عشان انا مش عامل البطاقه بتاعه الجمهور، فاتمنى ان اللي يروحوا ينوبوا عننا ان شاء الله في حسن الاخلاق وحسن التصرفات. الله ينور عليك. بس يا كابتن عادلي، يا ريت يعني تستمر يعني الكلام يعني وكده، ان تبقى في استاد القاهره، عشان احنا عرفنا ان استاذ ثروت سويلم
عايز بعد كده بقى تبقى في برج العرب، وده والله بناخد اربع مش قرار ثروت سويلا بقى، ده قرار الامن. لو التجربه نجحت باذن الله هتستمر في مكانها ان شاء الله يا كابتن. اتمنى كده جدا ان شاء الله. شكرا لحضراتكم. بكره الساعه 8 مساء ضربه البدايه الافريقيه المهمه علشان يتقال التاسعه حلم ولا باذن الله تعالى علم. ايه اللي خايف منه؟ أنا بخاف من الأدوار المؤهلة للدوري للمجموعات، يعني لمرحلة المجموعات، لأنها لا تحتمل خطأ. أيوة. فأرجو إنه لا يحدث هذا الخطأ، وإن بإذن الله الأفضل دي ملخص لمباراة كاديوجو البوركيني مع منانا الجابوني اللي تأهل منها منانا. وخاصة لما يبقى عندك معلومات فرقة زي دي وصلت انها خرجت بضربات الترجيح امام الوداد. أيوة. الوداد البطل، الوداد بطل السوبر، ففريق مش هين. فارجو ان احنا يعني نعمل بكامل الطاقه بنفس نظامنا، وربنا يوفقنا ويوفق التحكيم ان يكون تحكيم منضبط وجميل. طيب مين منانا بقى؟ يعني الاهلي قابل فرق افريقيه كتيره، اعتقد جمهور الاهلي تقريبا حافظ أسماء معظم هذه الأندية وتاريخها، لكن منانا قد يبدو الاسم جديد شوية على الذاكرة الكروية. ده بطل الجابون في موسم 2016-2017، لكنه يعني ما هواش النادي القديم اللي الناس كلها تقدر تفتكر حاجة عنه. في لعيبة في النادي الأهلي كانت بتشيل كاس أفريقيا ومنانا ده ما كانش موجود، ما لعبش كورة لسه. فريق نشأ في 2006، يعني ما زال عنده 12 سنة فقط. يعني احنا تأهلنا يعني لكأس العالم للأندية سنة نشأة هذا النادي. انت كنت في 2005 وهو ما كانش موجود. فبالتالي نشأ متأخر جدا، بس زي أندية كتيرة في أفريقيا لما بتنشأ بهذا الشكل بيكون طلع في حضن شركات عندها تسويق جيد، عندها رعاة جيدين، عندها شركات في الداخل قوية بتقدر ترعاها، خاصة شركات الماس والمعادن الثمينة في الجابون هتلاقيها معظمها داعمة لهذه الأندية. هذا الفريق منانا تخطى ريال كاديوجو البوركيني فاسو بعد ما في خسر منه 1-0 في الذهاب وفاز عليه 2-0 إيابا. بطل دوري الجابون 2016-2017، لعب فيه 26 مباراة، فاز في 20 وتعادل في 3 وخسر في 3، جمع 63 نقطة، سجل 57 هدف في 26 مباراة، يعني عنده نجاعه هجومية ملحوظة. طبعا. ودخل مرماه 19 هدف في 26 مباراة. الموسم الحالي موسم 2018 لعب منانا حتى الآن 4 مباريات، تأخر شوية للمركز التاسع، تعادل 1-1 مع أويام، وتعادل مع بيليكان 1-1، وفاز 1-1، وتعادل مع مانجا سبورت 0-0، مباراته مع لوزو سبورت اتأجلت. الأهلي طبعا كبطل للدوري الموسم اللي فات حضراتكم عارفين انه كان لعب 34 مباراة، فاز في 25 وتعادل في 9 ولم يخسر، وسجل 62 هدف في ال 34 مباراة، ودخل شباك الأهلي 14 هدف، الأهلي كان جمع 84 نقطة. حاليا الأهلي يتصدر، وحاليا الفريق الجابوني متأخر لأنه ما لعبش إلا 4 ماتشات. طبعا عندكم قائمة الأهلي الأفريقية مسألة مهمة، لأنه في ناس خرجت وفي ناس أعيرت، فهنقول لحضراتكم الليسته الافريقيه بتاعه الاهلي فيها مين ومين مسموح له، في عناصر محليه موجوده مع الاهلي مش متسجله في افريقيا، وعناصر متسجله وطلعت للاعاره فمش متاحه مع الاهلي. في القائمه فيه الحراس شريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، احمد فتحي وباسم علي ومحمد هاني وسعد سمير وعلي معلول وصبري رحيل، ايمن اشرف ومحمد نجيب وحسام عاشور وعمرو السليه واحمد حمدي ووليد سليمان وكريم وليد اللي هو كريم ندفد وميدو جابر واحمد حمودي واسلام محارب وهشام محمد وعبد الله السعيد ووليد ازارو ومروان محسن وجونيور اجاييه
وصلاح محسن أضيف أخيرا، وكان الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بيقظة الحقيقة في اللحظات الأخيرة، قدر يشيل الناس اللي أعيرت في السعودية اللي كانوا مسجلين في القائمة الأفريقية، ولما تمت إعارتهم للأندية السعودية تمكن أنه يشيلهم من القائمة قبل نهاية يناير، ودي كانت مسألة كويسة عشان يسيب أماكن كافية في القيد الثاني إن شاء الله. قائمة منانا ما أعتقدش أنه فيها أسماء حضراتكم تعرفوها، لأنه حتى الدوليين منهم غير معروفين بأرقامهم. وطبعا دي القائمة الجابونية لمنانا بكامل تفصيلاتها. الأهلي عنده نتائج جيدة مع الأندية الجابونية. نزامبي مع الأهلي في دور الثمانية لأبطال الدوري عام 81 1-1، ثم الأهلي فاز 3-0. عايزين نفكر حضراتكم بأهداف مباراة الأهلي ونزامبي الجابوني، واحنا بنتكلم هتشوفوها دي اهداف الاهلي مع نزامبي الجابوني في بطوله افريقيا 81 ابطال الدوري، البطوله اللي الاهلي بعد اغتيال الرئيس السادات انسحب الاهلي من مواجهه الجيتي زيوزو الجزائري. الاهلي لعب مع سجارة الجابوني نهائي ابطال افريقيا ابطال الكوس عام 86 3-0 و0-2، برضه هتشوفوا حضراتكم واحنا بنتكلم هتستمتعوا بكل الاهداف التاريخيه القديمه للاهلي في هذا المشوار الافريقي. قلت لكم انه مفيش مقارنه، اذا كان الاهلي عنده عرقه شديده جدا في النشاه انه 1907، يعني بنتكلم على 110 سنه او 111 سنه كمان عمر النادي الاهلي. الفريق الجابوني منانا يدوب في ستة ابتدائي، عنده 12 سنة مش أكتر، تأسس عام 2006. تاريخ الفريقين في دور الأبطال، الأهلي نادي القرن في أفريقيا الأكثر تتويجا بالألقاب القارية. مباراة بكرة هي رقم 249 للأهلي في مشواره في دور الأبطال، لكنها بالنسبة للفريق الجابوني هي المباراة التاسعة. منانا تاريخه الأفريقي كلهم 8 ماتشات، فاز في 4 تهز 4 تلش، سجل 6 جوان ودخل مرمى 5. في مقارنة الأرقام الكبيرة بقى للنادي الأهلي حدث ورق، هتلاقوا الأهلي لعب 248 مباراة في دوري أبطال أفريقيا، 248 مباراة، فاز في 120 وتعادل في 74 وخسر 54 مباراة. يعني الأهلي فاز 120 مباراة في دوري أبطال أفريقيا من 248، وسجل 370 هدف للأهلي في دوري أبطال أفريقيا، واستقبلت شباكه 194 هدف. أرقام يعني يفخر بيها كل محب للنادي الأهلي، والمفروض كل محب للكرة المصرية لما يكون عندي نادي عنده هذا القدر من التفوق الأفريقي الكبير، مسألة تخلي كل الأوساط الأفريقية باشمهندس تتكلم عنها بما فيها المنافسين. لا هو ما بص، يعني هنقارن التاريخ هنقارن بتاع الكلام، ما احنا قلنا ده 2006 لسه بادي، لكن محدش يعني بيحسبها بالطريقة دي. انت تحسبها النهاردة آخر نتائج للنادي ده، يعني نتائج بتخلي تالي خلي بالك امام بطل افريقيا وبطل السوبر اللي هو في نفس الوقت بطل السوبر، لم يستطع ان يقصيه الا بضربات الجزاء الترجيحيه. هو ده الكلام. طيب كلكم يعني شفتوا الاهلي من بدايه 82 ورفع كاس افريقيا قبلها، علشان ما نظلمش، لانه الناس وهي بتتناول التاريخ بتتكلم على لحظات التتويج، لكن ملاحظات التتويج دي لعيبه الاهلي ما وصلتلهاش من فراغ، ولا اداره الاهلي حققتها بمحض الصدفه. هي المسائل تراكم خبرات تحققت بفعل مشاركات سابقه ما كانش فيها توفيق، لكنها كانت ضروريه، ضروريه لان هي كونت رصيد خبرات متراكم
ادى الى كل لحظات الفرح والتتويج والسعاده اللي انتوا بتشوفوا بعض ملامحها على الشاشه. الكلام ده عمر الاهلي الافريقي بدا في اول محاوله عام 1976. سنه 76 الاهلي بدا يتحسس خطاه في القاره الافريقيه. لعب مع مولوديه العاصمه الجزائري، خسر الاهلي 3-0 وفاز 1-0 بهدف الكابتن محمود الخطيب. خرج الاهلي، يعني هيبقى الخطيب اول من سجل هدفا للاهلي في بطوله افريقيا سنه 76. اول هدف يسجله الاهلي في مشواره الافريقي سجله الخطيب في مولوديه الجزائر في دور ال 16 لعام 76. في هذا الدور الاهلي زي ما قلت لحضراتكم خرج من اتحاد العاصمه الجزائري. دور ال 32 في عام 77 دي المحاولات غير الموفقه للاهلي. إذن خروج من دور ال 16 في عام 76 امام المولوديه، ثم خروج في دور ال 32 عام 77 من هورسد الصومالي، او الاهلي في هذا الدور لعب مع هورسد الصومالي 1-1 سجله الخطيب، ثم فاز الاهلي 3-0 الخطيب وطاهر الشيخ وشريف عبد المنعم. دي ادوار البطوله اللي الاهلي مشي فيها. دور ال 32 عام 81 اهداف مباراه الاهلي وابالويا الكيني في 82 سجل الخطيب هدفين، ومحمد عباس اللي قلنا لحضراتكم عليه من شويه هدف وسجل، والعوده كان 1-1 سجل للاهلي مصطفى يونس. دي نتائج دور ال 32 اللي المهندس عدلي عنده شيء من القلق فيها، ان هي الادوار الاولى اللي عايزه تركيز زياده. لاحظوا نتائج الاهلي في دور ال 32، قلت لكم في 77، قلت لكم في 81، في 82 كانت الاهلي والاشغال الصومالي، الاهلي مع الاشغال 0-0 و1-0 هدف علاء ميهوب. دور ال 32 عام 83 الاهلي والمريخ السوداني 1-0 سجل الخطيب ثم 0-0. دور ال 32 عام 87 الاهلي بيلعب الفهود السود 4-0، المجري مصطفى عبده هدفين والخطيب ومجدي عبد الغني هدف، ثم 1-1 ايمن شوقي. طبعا دي اهداف تباعا زي ما انتم بتشوفوها لهذه المشاركات. احنا اللي بنذكره ده مش المشوار ده، دور ال 32 بس. دي كل السنين دي اداء الاهلي في دور ال 32. خرج مره واحده سنه 76، لكن في خروج اخر هيجي لنا. عام 88 دور ال 32 الاهلي ويانج افريكانز التنزاني 4-0 للاهلي، سجل منها ايمن شوقي هدفين ورباع ياسين وعلاء عبد الصادق هدف، والتعادل 0-0 في دار السلام. ثم في دور ال 32 عام 90 الاهلي بيلعب الاتحاد الليبي عام 90، الاهلي فاز 5-0 وفاز بره 3-0، سجل حسام حسن هدفين وعادل عبد الرحمن هدفين، وسجل هدف كله من طاهر ابو زيد وايمن شوقي ومحمد عبد الجليل في اللقطات اللي حضراتكم شايفينها. في دور ال 16 عام 91 الاهلي مع بطل اثيوبيا في دور ال 32 انسحب بطل اثيوبيا. في 91 الاهلي في دور ال 16 مع هايلاندرز الزيمبابوي 3-1 للاهلي، سجل طارق خليل وعمر انور وربيع ياسين، ثم 1-0 بهدف ايمن شوقي. دور ال 32 عام 98 الاهلي والبن الاثيوبي، خرج الاهلي بهذه المباراه نتيجه انه قسم فرقته فرقتين، فرقه بتلعب في البطوله العربيه في تونس مع تسوبل، وفرقه هنا بيقودها الكابتن احمد ماهر الله يرحمه. كان الاهلي عمل تعادل بره 1-1 واستسهل المساله على انه خلاص ما استسهلش. بص يا استاذ ابراهيم، وهنا التاريخ لازم يتقال صح، لان هو ما استسهلش. القوه الضربه كانت فين؟ ما اصبر عليا. انت نسيت ده صلب نادي القرن. اليوم ده هو صلب نادي القرن.
كيف حافظنا على لقب نادي القرن لولا هذه المشاركة وهذا الخروج حتى ما حصل الأهلي على لقب نادي القرن؟ إزاي؟ هذا هو تاني خروج لينا. لما هتلاحظ إن من واحد إن من 91 ل 98 الأهلي اشترك في السوبر 93-94 وحدثت الأزمة الشهيرة وتم إيقاف الجهاز الفني والجهاز الإداري للنادي الأهلي وقرر الكابتن صالح سليم الاحتجاج لأن ماتابيلا كان الحكم بتروس ماتابيلا وكتب مش بس اكتفى إنه خلص علينا في الماتش وطرد لنا لعيب محمد يوسف وغير مسار السوبر المصري ده بعد كده تورط في وقع فساد ودخل السجن لكن اللي عايز اقوله ايه ان كابتن صالح قال هذه البطولات لا طائل من ورائها لا فيها اموال ولا هي جوائز يعني ليها معنى وساعة الجد التحكيم بيعمل اللي هو عايزه الاتحاد الافريقي لا يراعي حتى انه يجيب لك حقك فوقتها يعني كان تقديره لهذه الامور وانسحب النادي الاهلي النادي توقف سنة وتسحب سنتين فلما جينا في الرابع مرة اللي هي بتاع 99 دي جالنا جواب بتاع الاتحاد الافريقي احنا لأصحاب الحق في المشاركة كالعادة الاهلي بطل الدوري وبطل فالكابتن صالح قال لي عدلي كنت انا مدير النادي اكتب جواب واعتذر قلت له يا كابتن اللي اعتذرنا المرة دي هيبقى ارتكبنا خطأ جسيم قال لي ليه قلت له لان اسباب ان احنا ن ن ن ن نعتذر تم تداركها البطولات دلوقتي اتغيرت نظامها البطولات دلوقتي فيها جوائز مالية قيمة جدا ثم انها اصبحت بترتب حاجة اسمها الافضل في القارة خلال القرن المنصرم واحنا كنا بعاد جدا عن اللي ورانا الزمالك بدأ يلاحقنا نتيجة 3 سنين من الاعتذارات استطاع ان يكسب فيها مجموعة من البطولات قرب مننا لو اعتذرنا المرة دي هيسبقنا قال طب وهنعمل ايه قلت له انا رأيي اشترك بالاشبال او بالفريق التاني انت كده احنا بنشارك في البطولة العربية بالفريق الاول حتى لو شاركنا وخسرنا احنا حجزنا فارق النقاط لصالحنا سنة كمان والسنة الجاية هنبقى احنا برضو المؤهلين لان احنا كنا ابطال الدوري ساعتها فمش هيبقى عندنا مشكلة وهو ما حدث شاركنا ب 13 لاعب مع احمد ماهر هنا ايوه وكنا تعادلنا 1-1 بره واحد هناك اتحسب علينا ضرب جزاء على شادي محمد كنا احنا كسبانين 1-0 في الوقت في نهايه المباراه اتحسب علينا ضرب جزاء اتعادلوا 1-1 وتقدمنا 1-0 ثم تعادلوا ثم تقدمنا 2-1 ثم تعادلوا وخرجنا نخله وكشري كشري الجولين نخله وكشري نخله وكشري فانت ما كانتش نوع من الاستهانة لكن كان هو ظرف اضطراري انت اضطريت تشترك حتى تحتفظ بفارق النقاط عن الزمالك وهو ده اللي يعني حافظ لك على حقك في اللقب. احنا يوميها الصبح الظهر كنا بنلعب في القاهرة في افريقيا وبالليل كنا بنلعب في البطولة العربية في تونس. طيب دي كانت لا ده احنا خرجنا بعد كده ده كان تاني خروج تعال نتكلم في الادوار 32 اللي خرجنا فيها عشان بس اذكر ان في امور خطر يعني لا في 2004 خرجنا من الهلال السوداني 0-1 و0-0 وخرجنا في 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 الدور ال 32 وبعد كده كمان رجعنا تاني خرجنا ده كان في 2004 رجعنا بعد كده لا ده في دور مهم جدا 2014 ايه ده احنا خرجنا من نادي اسمه نيجيري تعادلنا هناك 1-1 وتعادلنا هنا 2-2 ممكن يكون كان في 16 ده كان كونفدرالية ما كانش في دوري الابطال كان كونفدرالية 2003 كونفدراليه 2003 استنى ما نشوفه ده
الدور بصرف النظر انا بقول لك الدور دي نتائج دوري الابطال مش الكونفدراليه يعني مش هتلاقي الكونفدراليه يا اخي بتاع هاني العجيزي اللي جاب هنا جون ها وخسرنا 2-2 كنا خسرين 2-0 وتعادلنا 2-2 وخرجنا كانوا بيلرز النيجيري ايوه فين ده بقى كان دور 16 يعني مش ما انت ممكن تخرج دور قصدي الادوار ما قبل الادوار المؤهله الدور ده انت خرجت من ديت ورحت رايح على الكونفدراليه خرجت من سانتوس الانجولي ومشي مانويل جوزيه فيها مظبوط دور ال 32 في 2005 بعد الدرس بتاع الهلال السوداني 1-0 و0-0 في 2004 البطوله التاليه على طول في 2005 الاهلي تعامل بحذر مع فيلا الاوغندي اتعادل معاه بره 0-0 ثم فاز عليه 6-0 دي 2005 بدايه بقى المسيره الذهبيه المتوهجه للاهلي سجل منها ابو تريكه هدفين وبركات هدفين وعماد متعب وعماد النحاس هدف فاز الاهلي على فيلا الاوغندي 6-0 هتلاحظوا النتائج الكبيره للاهلي لان دي بقى بدايه الانطلاقه الذهبيه من 2005 2006 الاهلي بيلعب توسكر الكيني بيكسب الاهلي 2-0 عماد متعب هدفين ثم 3-0 اسامه حسني ومحمد عبد الوهاب ووائل رياض شيتوس هتلاحظوا دي بقى النجعه الهجوميه والنهم الهجومي في الرغبه في المكسب محمد عبد الوهاب عليه رحمه الله ده في مساله الفوز بره الارض هتلاقوا نتائج الاهلي كتير منها عنده رغبه للحسم الاول كون ان الاهلي بكره هيلاعب منانا الجابوني هنا دي مساله تحتم عليه كثير من الجديه والحذر والتركيز 2007 الاهلي بيلعب هايلاندرز الزيمبابوي 0-0 ثم 2-0 شادي محمد وفلافيو 2008 التحرير الاريتري بينسحب من قدام الاهلي في دور 16 بلاتينيوم ستارز الجنوب افريقي في 2008 بيلعب الاهلي في دور 16 1-2 في جنوب افريقيا عماد متعب سجل للاهلي ثم عماد متعب وافلافيو سجلوا هدفين في فوز 2-0 هنا دخلنا في 2009 في دور ال 32 الاهلي بيلعب يانج افريكانز التنزاني بيكسب الاهلي 3-0 ويكسب بره 1-0 الهدفين لبركات وفلافيو كل واحد سجل هدفين 2010 الاهلي بيلعب الجانرز الزيمبابوي 0-1 ثم 2-0 احمد شكري ومحمد سمير دور ال 32 في 2011 الاهلي بيلعب سوبر سبورت الجنوب افريقي 2-0 للاهلي اسامه حسني ودومينيك ثم 0-1 دور ال 32 في 2012 الاهلي بيلعب البن الاثيوبي 0-0 و3-0 ابو تريكه هدفين وفابيو جونيور هدف البن الاثيوبي وكان الاهلي من 98 او 99 القدر بيجيب البن الاثيوبي في 2012 عشان ترد اعتبارك ايوه من الموقف البايخ بتاع الفرقتين 2013 دور ال 32 الاهلي بيلعب تذكر الكيني 2-1 بهدفين عماد متعب ثم 2-0 احمد عبد الظاهر وعماد متعب هي ديت شخصيه البطل وهنا يذكر فيها مانويل جوزيه تقريبا اكتر المدربين اللي مرنوا الاهلي اللي اهتموا بالنجعه الهجوميه والرغبه في المكسب بره الارض حتى لو بتلعب مباراه ذهاب او مباراه عوده فكره ان انت شخصيه البطل يذكر لهذا الرجل كان له بصمه كبيره جدا في تنميه شخصيه البطل. في 2014 الاهلي بيلعب يانج افريكانز التنزاني 0-1 ثم 1-0 سجل سيد معوض و4-3 بركلات الترجيح. في 2015 يعني بصوا احنا بنتكلم في 2014 يعني كان في لعيبه كويسه في الفرقه ومع هذا في نتائج فيها حذر. هتلاحظوا بعد كده في الجيش الرواندي 2-0 عماد متعب في 2015 وهتلاقوا
ريكريتيفو الأنجولي 0-0 و2-0 رمضان صبحي وجون أنطوي في 2016. هتلاقوا في دور ال 32 عام 2017 بيدفست الجنوب أفريقي 1-0. أنا عندي اقتراح حجازي إن الـ 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 الكلام ده اتحط على الشاشة عشان لو السادة المشاهدين عايزين يحتفظوا بيه كإحصائيات يحطوه، لأن كمان السرد كده مش بصراحة يعني التفاصيل. طيب خلصت هذه كتير. الجولة خلصت هذه الجولة في علاقة الأهلي بدور ال 32 بس كده. مين بقى اللي موجودين في سكة الأهلي في بطولة السنة دي؟ كل سنة لاحظوا حاجة، السنين الأخيرة الحقيقة الشمال الأفريقي مسيطر على اللقب ما شاء الله. يعني أنت بتتكلم في الأهلي، في الترجي، في الوداد، في اتحاد العاصمة، يعني ما كانش مصر يبقى تونس، يبقى الجزائر، يبقى المغرب. الشمال مسيطر على أميرة البطولات في السنوات الأخيرة. السنة دي في مين؟ لازم نعرف منافسك. كتير برضو كتير. اللي موجود مع الأهلي السنة دي نسخة البطولة 2018 في 59 فريق، تم إعفاء 5 من الدور الأول، لكن في فرق قوية جدا تكاد تكون كل القوى العظمى متجمعة في البطولة السنة دي يا باشمهندس. بطولة قوية جدا، لو قعدنا نذكر أسماء ونتائج وتواريخ يعني هيبقى تفاصيل كثيرة جدا، لكن اللي أنا عايز أقوله مباراة الـ 32 وتأكدت وشفنا إزاي النتائج بتبقى صعبة، وإزاي النتائج وإحنا في عز فريقنا ما كان متألق، أحيانا كان يتعرض لسوء حظ. نتمنى إن فريقنا يؤدي بشكل مميز غدا بنتيجة مريحة بمستوى مقنع، يعني يعمل نوع من الهيبة في مباراة العودة، وده كل ده اللي بنتمناه في مباراة الغد. إذا كان الأهلي بكرة الجابوني في نفس التوقيت أو في نفس البطولة، شوف الكبار هيلعبوا مين. النجم الساحلي واحد من الفرق اللي حازت اللقب، هتلعب بلاتينيوم يونايتد النيجيري، والحرية الغيني هيلعب جينيريشن السنغالي، يانج أفريكانز التنزاني هيلعب رولرز البوتسواني. يوم الأربع بقى هتستكمل بقية مباريات البطولة. ماذا ينتظر الأهلي في مباراة الثلاثاء؟ والأهم منها هو بعد كل هذا المشوار، حد يقدر يجادل الأهلي في اللقب الكبير قوي؟ فيديو مهم بعد الفاصل. بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. بعد هذا المشوار الافريقي اللي توهج فيه الاهلي وتوج بكل هذه الالقاب، كان من الطبيعي جدا يحصل على اللقب الكبير جدا كنادي القرن في افريقيا. في فيديوهات هتجهز حالا ان شاء الله وهنعرضها لحضراتكم تلخص هذا المشوار الكبير جدا وسر الحصول على اللقب الاعظم تاريخيا. وبس انا عايز هنا نقطه اتوقف عشان انوه بالدور الكبير اللي بيعملوا، يعني بيؤديه مجموعه من الشباب الاهلاوي، واحنا من هنا ومن تحيزنا لجهد الشباب ومن حرصنا على تهيئه الفرصه امام كوادر اعلاميه جديده تظهر وتنبغ، هنبتدي نتابع الشباب اللي بيجتهد ويجيب معلومه صحيحه يتم التوثق من صحتها، حتى لو كانت مستقاه من البرنامج عندنا، لكن بتتقدم بطريقة يسهل تداولها. هنشجع هؤلاء الشباب وهنجيبهم تباعا، كل واحد يعمل شغل يستحق أن ننوع عنه وينسب إليه هناخده هنا في البرنامج عندنا. أستاذ إبراهيم، نحن في مفترق طرق، يا إما نكتشف جيل جديد من الأهلوية الجادين أصحاب المبادئ واصحاب الجديه، الموهوبين كمان، الموهوبين واصحاب الجديه اللي بيتقصوا وبيتعبوا عشان يجيبوا معلومه موثقه وياخدوا فرصتهم، اذا ما كانش لسه الاليه اتحطت ازاي نحتضن هؤلاء، فليحتضنهم البرنامج بعد اذن حضرتك. كل ما يكون نلاقي شغل يستحق التنويه والاستناد اليه
نقدمه من خلالنا. هنقدم لكم النهارده باذن الله بعد هذه الفقره احد هذه النماذج. طيب هتشوفوا احمد قيشو واحد من شباب الاهلي الموهوبين عبر مساحه السوشيال ميديا الممتده، عامل شغل كبير جدا وهايل الحقيقه في الرد الموثق بدم خفيف، حتى لو كنا قلناه قبل كده لكن يكفي انه لكن لم كل خلاصه الموضوع والخناقه اللي حاصله في كام فيديو مهمين هتشوفوهم بعد ما نتعرض لسر الاهلي. هو ايه اللي يعني ليه الاهلي كده؟ ليه كل هذه الانتصارات؟ ليه كل هذه البطولات؟ لماذا اصبح الاهلي مختلفا عن غيره؟ في نظام في نظام بس في روح. وليد ازارو واحد من الوافدين الجدد على مصر مش على النادي الاهلي بس. لما بيدخل جوه الفريق شوفوه بيتكلم على الاهلي ازاي وعلى زمايله ازاي. هنتعرض لبعض الحالات اللي بتكشف لجمهور الاهلي هو سر نجاح الاهلي فين. هي ايه حكايه روح الاهلي وسر الاهلي واسره الاهلي وفرقه الاهلي ومناخ البطولات اللي بيحققها النادي الاهلي. كان وليد ازارو هذا المهاجم المغربي اللي اثبت وجوده واللي تحمل كل هذه الضغوطات زيه زي علي معلول. انا عرفت بالمناسبه معلومه عن علي معلول يا باشمهندس، دي برضو تبين لك معدن اللاعب. علي معلول ابن الصفاقسي، لما الاهلي راح يشتريه كان في عقده شرط جزائي، الاهلي او اي نادي يدفع 500,000 دولار للصفاقسي ويفسخ العقد وياخده. الراجل حس انه ده بيبخس حق الصفاقسي، فقال للي بيفاوضه من النادي الاهلي انا مهتم جدا اجي النادي الاهلي وانا نفسي العب في النادي الاهلي، بس انا مش هخرج من النادي الاهلي والصفاقسي زعلان. طب ايه؟ قال لك انا عندي شرط جزائي ادفع 500,000 دولار بس الصفاقسي شايف تمني اكتر من كده، اتفاوضوا مع الصفاقسي وانا هكون سعيد جدا لو رضيتوه. فكانت النتيجه انه زادت الصفقه ل 750,000 دولار، وافق الاهلي وافق الصفاقسي وجه علي معلول بشكل محترم. الحمد لله نحن نسعى الى هذا الشكل المحترم باستمرار. برضه مش هزلنا. لا انا مش عاجبني يعني، وانا اقول لك انا ادفع مبلغ زياده ليه؟ اللاعب حاسس ان ناديه يستحق اكتر من كده، يروح يمضي لناديه ويلغي الشرط الجزائي. ما عملش كده. سيبنا من الموضوع ده، سيبنا من الموضوع ده، سيبنا من الموضوع ده. خلاص انا عديتها. وليد ازارو، وليد ازارو كان ضيف الاعلاميه الكبيره منى الشاذلي في سي بي سي. اتكلم وليد ازارو عن علاقته بالنادي الاهلي، اللعيبه استقبلته بحفاوه، حسام غالي احتضنوا في عزومه كبيره مع زمايله. نشوف الاول وليد ازارو يتحدث في سي بي سي. احكي لي على المستوى الانساني قبل ما ندخل بقى في الجزء الرياضي الفني اللي فيه سطوع كبير جدا سبقه هجوم كبير جدا. على المستوى الانساني قول لي ازاي وجودك في الاهلي في الاول احتضنوك اللاعبين اللعيبه، ولا كان في مسافه بينك وبينهم، ولا كان في توجس؟ يعني على المستوى الانساني كان استقبالهم ليك عامل ازاي كابتن وليد؟ اصلا من العوامل اللي خلتني اجي الاهلي اصلا هو انا سالت على النادي كتير، يعني مش سالت عليه في المساله بتاع الفنيه، واكيد نادي كبير كله بيعرفه ومستوى العالم اصلا. انا سالت في الحته الثانيه، فممكن نادي ما تاقلمش معاه، فاهم، ما يدخلوكش للمجموعه بسهوله. بس سالت عليه الوكيل بتاعي قال لي الموضوع يعني الاهلي زي العائله بتاعك، هتلاقيها زي وكله يرحب بيك وكله يخليك تخش ولما جيت صراحه لقيت زي الموضوع اللي قال لي، يعني جيت لعيبه كلهم رحبوا بي من اول يوم، فالموضوع كان عنده سينس حلو يعني صراحه. مين اول واحد عزمك؟ عزمني؟ اكيد مش سعد يعني. مش سعد.
غالي، مين تاني؟ عاشور طبعا، معلول برضو عزمني في الاول، شكر. في حاجات بتاع القائد يعني، الحاجات اللي هتدخلك في الاجواء. عماد متعب برضو. دي حسستك انه مسافات قصيره و... صح، دي دخلتني في الاجواء على طول يعني. ف ممكن تروح الفريق تاني وتلاقي صعوبات يعني. طب احنا ليه بنجيب الشريط اللي ممكن ناس كتير جدا تشوفه؟ احنا بنجيب عشان نركز على بعض الاجزاء اللي بتوضح لنا معالم وشخصية وفكر هذا اللاعب الذي كان من الممكن لو لم يكن هذا معدنه لقضي عليه. بداية ولا أروع داخل الفريق من ناحية الجهاز الفني، من ناحية زمايله، ولا أسوأ من ناحية الإعلام وجزء من الجماهير المتعجل دائما أنه ما 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 يفكرش. وانا لما اضيع خمس اهداف واجيب ضربه جزاء واعمل جون واجيب جون ابقى كويس ولا وحش؟ طب انا لو بجيب الخمس تجوان ده انا بهداف العالم ولا بهداف مصر ولا ومع مرور الوقت تكتشف ان شخصيه هذا اللاعب هي جزء كبير جدا من سر نجاحه الان. ولذلك احنا حريصين نشوف يا استاذ ابراهيم وهو يتحدث حتى بخفه دم مين اللي عزم العربي. لا الأول لا أكيد مش سعد. إذن تشعر أن بينه وبين سعد علاقة خاصة، كيمياء تانية، كيمياء تانية. حتبان وهو يتحدث هو مين مدرس العربي بتاعه. نشوف. بص طبعا كمية التعليقات اللي على اللهجة اللي بقى بيتكلمها وليد أزارو كتيرة جدا، معظمها فيها تفهم للموقف اللي هو فيه. ما فيش حد في الدنيا ما يحبش يتكلم بلهجته، انما في مواقف استثنائيه. لو بتشوف ارجاي بيتكلم عربي فلا اكيد انت هتتكلم عربي يعني، زي ما قلت لك. فسعد سمير عامل شغل جامد يعني، فهو المدرس بتاعنا اصلا. طيب سعد عامل جو بس هو دمه خفيف. هو مدرس العربي بتاع وليد أزارو وجوني. يعني عايز يقول لهم ايه لما تشوفوا بقى جاي بيتكلم عربي؟ ده انا نعمه يعني. وليد أزارو بقى في حركه احتفاله ليه بيعمل ثلاثه؟ ده نسر ولا حكايته ايه؟ منى شاذلي سالته، نشوف تفسيرها ايه. فاذا الناس احتارت يا وليد في النسر المجنح اللي انت بتعمله. بص الحركه دي احنا عندنا مدينه في اكادير بيدوها 33. نعم 33. ده ايه 33؟ ده احنا كل مدينه معترف يعني بتمثل في رقم يعني. زي اديك مثال يعني، عربيات عندكم هنا في احنا عندنا الرقم بتاع المدينه من بعدها الرقم يعني اي فاهمها الرقم بتاع العربيه يعني. ايوه يعني العربيه دي لو دخلت مدينه ثانيه هيعرفوها جايه منين بالارقام. احنا عندنا 33 والرمز ده برضه بيمثل ايمازيغن، الشعار بتاع ايمازيغن. يعني الاصل في الحركه دي 33 ده الرقم او كود المدينه بتاعي. طيب شايفين البساطة والسلاسة اللي بيتكلم بيها وخفة الدم، وبعدين يتكلم مع مدام منى يقول له انت يعني. فهو اما لقاها مستغربة قال لها امال لما تسمعها جاي ده انا كويس. ده المدرس بتاعنا واحد. طب كان عامل ايه بقى في المرحلة العصيبة اللي فعلا يا يعدي منها يا ما يعديش، الصيام عن التهديف؟ فسرها ازاي؟ كابتن وليد أزارو احنا هنتكلم معاك في مرحلتين. في مرحلة نسميها بالمصري نكد نكد نكد، وبعد كده مرحلة لطافة وفرح وزغريت. احكي لي عن المرحلة الأولى يا كابتن وليد. أولا هي كانت الكورة ما عندك ولا كان في إيه؟ مش عارف والله برضه مش عارف. بس هي
أنا بالنسبة للجمهور أنا كنت عاديرهم يعني، فالمسائل دي عادي بالنسبة لأي جمهور، فيكون متعصب شوية وعاوز يكسب وبتاع. الموضوع ده كان بيجيهم غريب، بس أي لاعب في العالم، أي هجوم في العالم بيلعب هجوم بتجيله مرحلة فراغ، فاهم؟ الموضوع ده حصل مع لعيبة ستار قوي في العالم كله يعني، زي كريستيانو، زي سواريز، زي لعيبة كتير يعني، بنزيما برضو. فالمواضيع دي الناس الجمهور اللي ما عندوش فنيات كبيرة فبيجي موضوع اوفر، بس بالنسبة للمدربين واللعيبة وكل حاجة بيجيهم موضوع عادي يعني. بس اللي يخلي الموضوع ده يزود شوية هو لما بيضغط عليك الجمهور كتير قوي بيسيب الموضوع ده، فاهم؟ الموضوع ده يطول شوية. لو يعني كان انت كنت حاسس بضغط العصب يا كابتن وليد الفترة دي؟ والله انا الحاجه الصراحه فيها حاجه حلوه يعني، مش هم قالوا لي ما حبش اتكلم عن نفسي يعني. فانا الموضوع ده كله انا بالنسبه لي انا ايجابي لي يعني. انا اصلا الموضوع ده كنت عاوز يعني في المسيره الكرويه بتاعي يعني، عاوز العب في ضغط، عاوز العب على القلب. فالموضوع ده هو اللي جابني النادي الاهلي اصلا، تخليك تعمل اي حاجه، فاي حاجه انت عاوز فبتسرع، فالامور بتزق السوق للسوق يعني. لحد ما قعدت مع نفسي يعني، انا عارف نفسي يعني، كنت في جميع الفئات انا الهداف، وجميع الفرق اللي كنت فيها انا الهداف يعني. الموضوع ده مش تمام، في حاجه مش تمام، فانا عارف نفسي يعني. عشان كده ما كنتش بتسوق كميه الانتقادات وكل حاجه. أنا سعد سمير كان بيوريني حاجه واضحك يعني، فاهم؟ يقول لي يا اخي يا اخي انا بحسدك في الحته دي يعني، ان انت عندك ثبات. ثبات طيب، عدى المرحله الصعبه بشخصيته، واحنا بنقدمه زي ما المهندس عدلي اشار، عشان كل لعيب يعرف انه لما يتعرض لهذه الضغوط ولهذه الحاله اللي ممكن تخاصمه عمليه التوفيق في عدم التسجيل، يتعامل معاها ازاي، وتعرض للضغط الجماهيري والضغط الاعلامي العنيف للاسف اللي عندنا اللي لا يرحم ابدا. ما تعلموش من درس فلافيو بيكرروه مع وليد ازارو، وهو الراجل لما فاق دلوقتي كله مسك له السجاد. ده حتى هو وليد ازارو وما خدش الوقت بتاع فلافيو حتى، اللي كان عمالين يسخروا منه ويهاجموا الجهاز عليه. بس وليد ازارو مع هذه الحاله والنجاح والتهديف بيذكر واحد صاحب فضل كبير عليه وقال انا ما اقدرش اوفيه حق. نشوف حسام البدري كان واقف، مش عايز اقول في وش جماهير الاهلي، انما كان واقف بثبات ورا الموهبه اللي هو اقتنصها واصر عليها من المغرب. قولي شفت موقف حسام البدري ازاي؟ زي ما قلت لك، زي المدربين لعيبه بيفهموا الحاجات دي يعني، عندهم نظره فنيه يعني. فانت المدرب بتعيش معاه كل يوم، تمرن قدامه كل يوم، فاهم؟ كل ماتش. فاكيد هو اصلا من اسباب النجاح، انا اعتبره من اسباب النجاح وليد ازارو طبعا، اللي هو مدرب كبير اصلا. زي لو اتكلم عليه مش فاهم، ما اخد وقت طويل يعني، والقابه بيتكلم عليه يعني. حسام بدري اعتبره احسن مدرب في مصر يعني. كان بيكلمك بشكل ثنائي مع بعض، بيقولك يعني ما تتهزش يعني، بيعيد تاكيد ثقته فيك ولا لا سابك؟ لا اكيد بيتكلم معايا يعني، احنا بنلعب كده وعاوزينك تلعب كده وتعمل كده. الموضوع ده بيصرح. لا مؤكد طبعا، هو لازم يشعر بالامتنان ويشعر انه حظه كويس ان تعامل مع واحد مقتنع بيه، وهو كمان قادر انه يفرض هذه القناعه رغم انه بيتعرض هو ذاته الكابتن حسام بدري لكثير من الاتهامات في وجود نجوم كبار جدا، اهمهم كان الكابتن عماد متعب وعلاقه الجماهير بيه. فهو كان جاي في ظروف صعبه جدا ازاره، لكن حسام كسب الرهان وازاره يعني ساعده فان يفوز بهذا الرهان. ولكن وليه ما بيحتفلش بقى؟ يعني احتفاله مش اوفر يعني. لسه كنت بقول لك محمد رمضان رزين قوي يعني، يا دوبك ازاره في الاخر اكتشف الحكايه دي فبقى بيلاغي يعني، قال لك اعملها دي بتاعتي انا، حتى لما سالوها دي حاجه تخصني قوي. طيب
هو هل هو دي طبيعة الرسانة؟ بس شوف برضو يعني تشعر اللي هو واحد عارف كويس قوي عايز ايه، عايز ايه، وبيرد، بيرد في كل رد بيرده، بيرد الرد اللي هو عايز يرده. نشوفه عندما سئل لماذا لا يحتفل بشكل صاخب. فجأة الشباك فتحت قلبها ليك، وبقت الكورة بتدخل مرة واثنين وثلاثة، وبانت مهارات المهاجم المغربي وليد أزارو. احكي لي بقى على نفسيتك عملت ايه؟ هي اصلا هي كده يعني، انت جاي كده يعني، جاي بتجيب جوان وبتاع. فالموضوع ده شوف، في ناس بتسألني على انت ما بتفرحش ليه؟ انت ايه؟ ما من بعد الجول ما بتفرحش، ما بتعملش احتفالات بقى كبيرة؟ ايوه ما بتفرحش، ما بيضحكش وبتاع. فهي عادي، انا من كتر الجوان فالموضوع ده مات بالنسبه لي، فخلاص منتهى التواضع، منتهى التواضع. كتر الجوان تقل المعرفه، قال لك خلاص، ما يعني المساله مش محتاجه، لان انا كمان مهاجم. واضح ان هو مبسط الامور على نفسه قوي يعني. طيب أزارو بقى ماذا تعني له كلمه الاهلي، وهو جاي هنا يعمل ايه بالظبط؟ نشوف. طب انت بالنسبه لك، مش بشكل احترافي، الاهلي مين الصور اللي تطلع على طول في ذهنك، او مباريات ايه اللي تطلع في ذهنك، او اهداف ايه لما الاقتران الشرط يعني؟ لما تقول كلمه الاهلي بيجيك بيبو، ابو تريكا، عماد متعب. كنت متخيل بقى وانت بتتعاقد مع النادي الاهلي وانت بتاخد التيشيرت في يوم التوقيع انك تبقى هداف الدوري من خلاله، ان انت تنافس فلافيو على كم الاهداف في دوري واحد؟ جيد، الحاجات دي انت بتحطها من اول يوم يعني، زي ما قلت لك، المهاجم اللي ما بيحطش الحاجات دي قدامه ده مش هيعمل حاجة يعني، فاهم؟ انت لازم بتعمل انك السنه دي هتعمل ايه، فاهم؟ زي مثال انا يعني، الموضوع السنه دي مع نادي الاهلي لازم اخد بطولات، انافس، اخد الهداف الدوري، فالحاجات دي اكيد كميه كبيره من الاهداف. يعني أرجو أن احنا نكون موفقين في أن احنا جبنا لكم بعض اللقطات التي من خلال الأسئلة والأجوبة تعرفنا على سمات وشخصية هذا اللاعب المهم جدا الذي دخل قلوب كانت محصنة ضد قبوله. ولكن احنا الفقرة دي كلها عايزين نقول لكم الأهلي مختلف، مختلف عند لعيبة كثيرة جدا دخلت النادي الأهلي، شافته ازاي وعملته ازاي. اذا كنا ركزنا على أزارو، لان أزارو هو اللي موجود النهارده وهو كان محل الجدل، ولكن حتى النادي الاهلي مختلف عند الناس اللي المعايشين، النجوم الكبار اللي معايشين للكره المصريه. يعني النهارده مثلا هناخد عينه منهم، كابتن حازم امام وهو يتحدث عن النادي الاهلي. بسألك على النادي الاهلي واسباب ايه ان النادي الاهلي فرق الموسم ده بدري بدري. اول حاجه سوء مستوى نادي الزمالك والمنافسين ليه طبعا عموما على الدوري، ان ما كانوش على المستوى ان احنا نقدر ننافس للاخر، دي حسمت البطوله بدري للاهلي. غير كده النادي الاهلي بصراحه السنه دي ماشي بصوره كويسه جدا يعني، فهو السنه دي عامل عليه، عشان كده هو بقى. ايه نقاط القوه اللي انت شفتها في الملعب وانت بتلعب النادي الاهلي يعني، حسيت ان هي فرقت يعني؟ مفيش، هو يعني مثلا لما نيجي نتكلم دلوقتي على مميزات نادي الزمالك هنقول الاستحواذ اللامركزي، الشغل اللي بيعمله كابتن ايهاب جلال واللي كان مفتقده نادي الزمالك لفترات طويله، وانك ازاي اول ما تخسر الكره تجيبها. طب النادي الاهلي من وجهه نظرك كنت شايفه ازاي وانت بتلعبه في ارض الملعب، وانت موجود في ارض الملعب؟
الالتزام يعني هم ملتزمين جدا جوه الملعب. الكره معاهم او مش معاهم طبعا ما عندهمش ناس ان هم مثلا حريفه مثلا ان هم ما بيدافعوش او لا كله عندهم التزام كله بيخدم على مصلحه الفرقه طبعا يعني مثلا الكره كانت تبقى عند خط 18 بتاعهم او عند الكورنر بتاعهم بتلاقي وليد سليمان ومؤمن زكريا وعبد الله سعيد تلاقيهم كلهم تحت الكوره. فدي بتفرق عامل جماعي يعني هم عندهم العمل الجماعي بصراحه مميزين بيه عن باقي الفرق اللي في مصر. يمكن دي بقت صوره العمل الجماعي ده بدا الحمد لله يبقى موجود في نادي الزمالك عشان كده بدات تمشي. هي دي بس اللي انا شايف النادي الاهلي حسم البطوله بدري سوء مستوى المنافسين السنه دي للنادي الاهلي جنب النادي الاهلي مستوى السنه دي ماشي بصوره كويسه جدا. صحيح. طيب ده حازم امام وهو بيتكلم على جمعيه الاهلي والناس قلبها على قلب بعض في الملعب دايما. ده الجزء اللي داخل الملعب. لكن كل اللعيبه اللي في الاهلي بالذات الاجانب لما تدردش مع اي حد فيهم يجي اسم سعد سمير. بقى ده الفكاهه بتاعه الفرقه والبني ادم الطيب الجدع اللي مخلص لكل زمايله. دومونيك دي سيلفا طبعا انت فاكره. اللعيب هايل ما خدش حظه. بعد ما مشي من الاهلي وراح الزمالك كان اتكلم في قناه النهار وقتها. تخيلوا لما افتكر الاهلي وافتكر سعد عمل ايه؟ نشوفه عمل ايه. سعد سمير ايه القصص يعني في مواقف ما بينكم بتعملوا مقالب في بعض في حكايات ما بينك انت وسعد سمير كتير ما فراش ما لا كان جي بارلي دو سعد ولي مي زامي فرانشمان سي دي جان ديجا ايل مي مانك بوكو هو يعني اما بيفتكر سعد سمير بيفتكر يعني ان هو حس قد ايه الموضوع صعب ان هو يسيب الناس اللي هو بيحبهم و يعني كان موضوع صعب جدا بالنسبه له يعني هو كان ليه اصدقاء سعد وشكري ومانجا هو يعني قد ايه كان بيستمتع بوقته معاهم سعد سمير حتى يعني كان دايما هو مع بنته في فرح شكري كان دايما بيتكلموا مع بعض كان يوم يعني كان ما تعيطش يا دومينيك كان ليهم ذكريات جميله مع بعض يعني في وقت التدريب في وقت اللعب وهو يعني هو بيتمنى لسعد يعني مستقبل كويس جدا يعني هو فعلا يعني وحشه قوي الناس يعني الناس دي يعني وسعد خصوصا احس ان هو يعني ابتدت تدمع لا سما سي لي ميشون سي تو صراحه ايه يعني هو بيقول ما فيش مشكله يعني هو طيب نطلع من سعد سمير كابنا يعني كنا عايزين نضحك بسعد راح ما خلينا نزعل مؤكد الدموع مش بسبب سعد الدموع بسبب رجعته لمكان وذكريات ويعني احيانا الانسان وده اللي بنقوله ان يتريث الانسان في اتخاذ قرار قد يعتقد انه الاصوب له ولكن لما بياخده يفاجئ انه ما كانش ينبغي انا متذكر جدا في انتقالات يناير وانا عند الكابتن هادي خشبه وكنت عايز اعرقل بصراحه الاستغناء عنه في هذا التوقيت وهو قاعد ادوني فرصة وانا الكيمياء بتاعتي مش راكبة وانا مش واخد فرصتي وهذه انت عارف هادي يعني واخد القرار لا هادي قوي شاري يعني ياخد القرارات الصعبة في هدوء وكده مش فارقة هقول له هادي ده احنا راجل كامل معانا مشوار عشان البطولة الافريقية انت بتستغنى عنه دلوقتي عشان تدعي بيه فرق تانية بتنافسك ما ندح انما انا يعني وانا قلت له انت خارج وهتروح الحته الفلانيه يعني لا قلت له انت هتروح الحته الفلانيه تروح الزمالك راح الزمالك بس افتكر كلامي قد تكتشف ان واحد من قراراتك الغير موفقه فيما يخصك لانك انت من ساعه ما جيت الاهلي وتتخذ قرارات غير موفقه اهمها انك على طول سخن على طول
بتلوم الآخرين مع أنك لعيب إمكاناتك تسمح لك أنك تفرض كلمتك بشيء من القبول والالتزام. وأنا حذروني منك في الحتة دي. أنت جبته من تونس بقى. أنا جبته من تونس من الصفاقسي. كان أنيس بوجلبان رشحه لي. كنت رايح أجيب لعيب تاني وما رضاش يجي يعني. راح برضو وقلت له هتروح راح ليبيا. وجه قال لي أنا أبويا وأخواتي بيقولوا لي لازم تروح الأهلي لكن أنا مش عارف أنا واخد قرار. العقد المادي بيبقى له طبعا تأثيره. فجبنا دومينيك وقالوا لنا كده إذا دومينيك ده معرفش الأهلي يسيطر عليه مفيش حد يقدر يسيطر عليه. مدربين كبار جدا قالوا لي هذا لعيب رائع بس عايز يتعامل بنوع خاص. النهارده دومينيك لما يخرج يا استاذ ابراهيم وتجده بيتذكر الاهلي ويدمع ده تمن بيدفع بس في وقت لا يمكن تدارك فيه الامور. طيب نشوف سعد سمير نفسه بقى صاحب هو نفسه بيتكلم عن جونيور اجاييه اللي انسجم وبقى مصري جدا. نشوف سعد. بتهزر معاه ازاي؟ أجاي؟ يعني انت أجاي بتقولي بيتكلم عربي بس مش معقول بيتكلم زينا كده يعني. لا لا مش زينا لا يعني لا بقى قرد يعني بقى قرد فعلا؟ قرد في الهزار معايا. ازاي بقى بتقعدوا تعملوا ايه؟ لا على طول بيشوف حاجات هو بيتابع التلفزيون اللي عندنا المصري والقنوات فبيشوف حاجه يجي يسالني ايه ده ايه ده؟ والله بيشوف بيفهم الكلام؟ فبيقعد يسالني الاغنيه مين اللي بيغني؟ مين اللي بيسمع حاجات تعجبه؟ انا استغربت لما جيت لقيته بيسالني على اليسا. اليسا بيحب اليسا فهو قلت له انت شكلك حساس يعني او رومانسي ويقعد يغني يعني دول حساس في الكوره واغاني بقى الشعبيه بتاعتنا بيقعد يسمعها كلها بيحبها جدا هو وازارو يعني وازارو فبنقعد مع بعض بقى يهزر ويغني غنى الشعبيه اوكا اورتيجا مهرجانات يعني هو بيحب الاغاني دي كلها وبيحفظ فاجاي من اكتر الناس اللي بهزر معاهم غريبة هما يعني. اكتر واحد يعني تخيل ان ازارو كان اجاي كان اكتر واحد بيكلمني وانا مصاب لا يا راجل والله يا كابتن اسلام يوميا يعني على طول هو بيتكلم يعني ايه ازيك يا سعد عامل ايه يعني ازيك يا حبيبي عامل ايه وحشني كتير فبقول له تعبان والله من ضمن الحاجات اللي ضحكتني يعني كنت انا بقعد اعلمه كلام يعني انت اللي بتعلمه له يعني ايوه عشان كده بستغرب فبعلمه مثلا اول ما اجيب يتعلم الحاجات البسيطه وبس هو بيلقط على طول يعني الله سعد ده شغل قالك بقى قرد يعرف كل حاجة حساس عجبته إليسا طيب كنا نوهنا بعد الحصاد الأفريقي الكبير جدا واللي بيفخر به كل أهلاوي الحياة اللي وصل الأهلي لنادي القرن اللي بان اللي ملهاش لازمة نادي القرن الحقيقي هو طبعا بس لازم يفهموا إيه مناسبة إن إحنا بنتكلم إن إحنا نبدأ مشوار جديد في افريقيا بالظبط يعني فبرضه المره دي احنا مش هنستنى نبقى رد فعل هنسبق احمد قيشو اللي قال لكم المهندس عدلي واحد من الشبان الاهلاويه الموهوبين متفاعل جدا على السوشيال ميديا له اسهامات بشكل مؤثره واضح جدا من خلال الردود اللي مالك وكتابه عرضها في حلقات كتيره جدا من خلال الارقام اللي عرضناها ومن خلال المنطق اللي استخدمناه في اظهار هذه الحقيقه. قيشو عمل فيديو جمع فيه حقيقه نادي القرن القصه والحكايه في اكتر من فيديو نشوف الجزء الاول منها هي ايه المعايير اللي على اساسها بقى الاهلي نادي القرن. اولا هل المعايير دي اتعملت تفصيل للاهلي؟ ممكن افهم جو المؤامره اللي الزملكاويه عايشين فيه لو كانت المعايير اتعملت فعلا سنه 2001 بعد تفوق الزمالك على الاهلي في البطولات في القرن ال21 لكن مش مفهوم ابدا ازاي الكاف يتامر على الزمالك من سنه 94 لما اتعملت المعايير لاول مره ووقتها كان الاهلي 7 بطولات والزمالك 5 بطولات قاريه والغريب ان السنه نفسها شهدت انسحاب الاهلي من البطولات القاريه نتيجه للعقوبات اللي فرضها الكاف عليه فازاي الكاف هيعاقب الاهلي ويفصل له معايير في نفس الوقت وليه الكاف يجامل الاهلي اصلا ليه ما يجاملش كوتوكو الغاني مثلا وهو تاني التصنيف بنقطتين بس او كان يجامل كانون يا ويندي الكاميروني يعني من نفس بلد عيسى حياته مثلا
ليه يجامل الاهلي وما يجاملش افريقيا السمراء؟ بعد ما وضحنا ان المعايير دي مش تفصيل للاهلي، نسال احنا الزملكاويه بقى، ليه ما اعترضتوش على المعايير دي سنه 94؟ اذا كنتوا شايفين ان التقييم يكون على اساس عدد البطولات، ازاي توافقوا ان كوتوكو يكون تاني التصنيف بعد الاهلي رغم انه ما يملكش وقتها غير بطولتين بس، في حين ان الزمالك كان يمتلك 5 بطولات بس كان في المركز السادس؟ ازاي وافقتوا على ضياع حق الزمالك من 94؟ ليه ما اعترضتوش على المساواه بين البطولات الافريقيه سنه 94؟ هل ما اكتشفتوش ان البطولات الافريقيه مش زي بعضها غير سنه 2001؟ ثانيا، ليه ما احتسبوش نقط للسوبر الافرو اسيوي؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده نكمل اسئلتنا للزملكاويه، ليه ما اعترضتوش على عدم احتساب اي نقط للسوبر الافرو اسيوي سنه 94 رغم ان البطوله بدات سنه 86؟ على كل، نجاوب على السؤال لانه سؤال منطقي فعلا. اولا، البطوله بدات من سنه 86 لسنه 98، بالتالي مفيش مبدا تكافؤ فرص للفرق اللي حصلت على بطوله افريقيا قبل 86 وبعد 98. مثلا الاهلي اخذ بطوله افريقيا سنه 82 وما ترشحش للسوبر الافرو اسيوي لانه ما كانش اتعمل وقتها، فما ينفعش نعمل معيار نقيم به الانديه على مدى القرن ويكون المعيار ده مش ثابت واتعمل لمده 12 سنه بس. ثانيا، البطوله ما كانتش بدقام انتظام، وده لانها اتلغت سنه 90 و91، فايه ذنب الفرق الابطال في السنتين دول انهم ما ياخدوش نقاط البطوله رغم ان غيرهم هياخد نقاطها؟ هل بطل 92 على راسه ريشه وبطل سنه 91 ابن البطه السوداء؟ ثالثا، البطوله ما كانش ليها نظام ثابت، اول نسختين اتعملت بنظام مباراه واحده وبعد كده بقت بنظام الذهاب والعوده. مثلا الزمالك اخذ بطولته الاولى منها سنه 87 لما اتعملت بنظام المباراه الواحده في القاهره، على عكس بطوله الاهلي الوحيده منها اللي اتعملت بنظام الذهاب والعوده واخذها الاهلي سنه 88. فهل هنحسب بطوله الزمالك الاولى بنقطه وبطوله الاهلي بنقطتين؟ رابعا، حتى في حاله احتساب نقط للسوبر الافرو اسيوي وساويناه بالسوبر الافريقي فالزمالك هيضاف له نقطتين وهيضاف نقطه للاهلي، بالتالي هيكون الترتيب في الحاله دي 41 نقطة للأهلي و39 نقطة للزمالك، يعني هيفضل الأهلي نادي القرن. ثالثا، ليه ساووا بين البطولات الأفريقية؟ الاتحاد الأفريقي بيقول إنهم ساووا بين البطولات الأفريقية عشان كل البطولات كانت بتقام بنفس النظام اللي هو 12 مباراة بنظام خروج المغلوب، غير إن ما كانش فيه جوائز مالية مختلفة للبطولات الأفريقية زي دلوقتي. عموما أنا زيكم مش مقتنع أبدا بالمنطق ده، لكن هل لو ميزنا افريقيا ابطال الدوري عن افريقيا ابطال الكاس الزمالك هيبقى نادي القرن في افريقيا فعلا؟ خليكم معايا للاخر وانتوا تشوفوا بنفسكم. طيب، لما تلاقي شاب عامل هذا المجهود بهذه الموضوعيه، بهذه الدقه في السرد، بهذا الاستناد الموثق باللغه الهاديه، وعلى فكرة عجبني لأنه بيتبنى من ينادي به. أنا وأنا أتحدث أنا وزميلي العزيز إبراهيم منيسي لا نخاطب جمهور الأهلي في المقام الأول، أنا بخاطب المنافس المختلف معايا وبقول له فكر واحدة واحدة عشان نوصل نتيجة. فلما يجي شباب النهاردة يقدم هذه الخدمة بهذه السلاسة لازم نعمل ايه اكسبوجر اكبر من اللي يعني لازم ننقله نقله على متلقيين يعني اوسع بكتير، ونشجع غيره من زمايله ان دايما ينقبوا في المشاكل اللي هي محل جدل عشان يخلق بينهم اسهم اقرب في اللغه الى اجيالهم كمان. شوف الجزء الثاني، لازم شوف الجزء الثاني. رابعا، ليه بطل السوبر ياخد نقطة واللي يخرج من دور الثمانية ياخد نقطة؟ اللي بيخرج من دور الثمانية بنظام خروج المغلوب بيكون لعب 8 ماتشات، بينما اللي بيخرج من دور الثمانية بنظام المجموعتين بيكون لعب 12 ماتش، فالكاف بيقدر الفريق اللي وصل لدور الثمانية حتى لو خرج، عشان يكون في فرق بينه وبين الفريق اللي ما قدرش يوصل أصلا لدور الثمانية وخرج بدري. فإذا كنت أنت مش عايز تدي أي نقط للي بيخرج من دور الثمانية بعد ما لعب 12 ماتش، فأنت كده بتساويه باللي خرج من دور ال 64 مثلا ويكون لعب ماتشين بس. وبعدين عيب على الزملكاوية يعني التقليل من الفرق اللي بتخرج من دور الثمانية ويقولوا ما تستحقش نقط، ومش عايزين نتكلم أكتر من كده. نيجي للجزء الأول من السؤال،
ليه بطل السوبر ياخد نقطة واحدة؟ قلت لي مين اللي بيلعب بطولة السوبر دي؟ هو مش فريق واخد احد بطولتين افريقيا، يعني واخد 4 أو 5 نقط اصلا، فازاي عايز تخليه ياخد 4 نقط كمان مثلا وتساوي ماتش واحد ببطولة كاملة؟ يعني الزمالك ياخد 4 نقط على بطولة افريقيا سنة 93 بعد ما لعب 12 ماتش وتيجي في ماتش واحد تديله 4 نقط كمان، بأي منطق؟ عموما لو كنت مش مقتنع بكلامي فقول للزمالك ينسحب من بطولات افريقيا الحاليه، لان النظام زي ما هو، وبرده بطل السوبر بياخد نقطه واحده بس. فلو كان مش عاجبك النظام عشان تصنيف نادي القرن اللي جاي ان شاء الله سنه 2100 انسحب، ولو مش عاجبك قواعد اللعبه ما تلعبش. خامسا، ليه ما نعملش زي اوروبا لما اختاروا ريال نادي القرن؟ اللي نعرفه ان الاتحاد الاوروبي ما اختارش الريال نادي القرن ولا حاجه. المعروف ان الفيفا هو اللي اعلن ان الريال نادي القرن عالميا. طب هل الفيفا حدد معايير معينه لاختياره؟ ابدا. الفيفا عمل استفتاء للمشتركين في مجله فيفا، وبناء على الاستفتاء ده اختار الريال نادي القرن. طب هل الريال كان اكتر الفرق الاوروبيه تتويجا في القرن العشرين؟ ابدا. الريال كان 12 بطوله قاريه في حين ان الميلان كان 13 بطوله قاريه، ورغم كده عمرنا ما سمعنا ان الميلان بيقول ان نادي القرن الحقيقي. وبالمناسبه الميلان طلع تاسع بالتصويت ده. تفتكروا لو كان الكاف طبق طريقه التصويت في الاختيار كنت هتقولوا ايه؟ اذا كان بمعايير معموله من سنه 94 وبتقولوا مؤامره، امال لو كان بقى بالتصويت؟ سادسا، ليه ما نعملش زي الاولمبياد؟ ده اكتر سؤال غبي سمعته في الموضوع الحقيقه. احنا بنلعب تحت مظله الكاف والفيفا، مش بنلعب في الاولمبياد. لو كنا بنلعب في الاولمبياد كنا احتكمنا لنظامها. بس ما قلتليش بقى، هو البحر اوسع ولا النخلة أطول؟ سابعا، هل لو احتسبنا السوبر الأفرو أسيوي وميزنا أفريقيا أبطال الدوري عن أفريقيا أبطال الكاس، الزمالك هيبقى نادي القرن فعلا؟ ده أهم سؤال في الموضوع كله، لأن الإجابة عليه هتحسم الموضوع نهائي. أيوة زي ما سمعت كده، المفروض الزملكاوية بعد النقطة دي يسكتوا ويفكروا في حاجة جديدة يقولوها لأولادهم عشان مأساة القرن الواحد وعشرين. يعني يقولوا لهم كنا نايمين بقى، ما خدناش بالنا ان في بطولات بتتلعب، ما كناش فاضيين، اي حاجة. وانا واثق انكم مش هتغلبوا. المهم، ايه النظام اللي هنطبقه دلوقتي؟ هنطبق مبدأ الزبون دايما على حق، وهنشوف ايه اللي هيعجبه وهنعمله. عايز تميز افريقيا ابطال الدوري عن افريقيا ابطال الكاس؟ حاضر. عايز تحسب نقطة للسوبر الأفرو أسيوي؟ ماشي. طيب هنحسب النقط بناء على إيه؟ عشان ما تقولش إن بحسب النقط بمزاجي، أنا هاخد نظام الزمالك موافق عليه حاليا وهعممه على كل البطولات القديمة. بمعنى إن الزمالك بيلعب في أفريقيا دلوقتي بالنظام اللي بيميز بطل دوري الأبطال وبيديله 5 نقط، عكس بطل الكونفدرالية اللي بيديله 4 نقط بس. طيب إيه تفاصيل النظام الحالي؟ بطل دوري الأبطال بياخد 5 نقط، أما وصيف دوري الأبطال بياخد 4 نقط، الخروج من نص نهائي دوري الأبطال 3 نقط، ثالث مجموعته في دوري الأبطال بياخد 2، ورابع مجموعته في دوري الأبطال بياخد 1. أما بطل الكونفدرالية بياخد 4 نقط، وصيف بطل الكونفدرالية بياخد 3 نقط، الخروج من نص نهائي الكونفدرالية 2، ثالث ورابع مجموعته في الكونفدرالية بياخد 1، أما بطل السوبر الأفريقي بياخد 1. وزي ما اتفقنا هنحسب السوبر الأفرو أسيوي وهنسويه ببطولة السوبر الأفريقي، فهياخد 1، مع ملاحظة إن في النظام القديم لدوري أبطال أفريقيا كان بيصعد أول كل مجموعة مباشرة للنهائي وتاني المجموعة بيخرج، فهنعتبر تاني المجموعة في النظام القديم وكأنه خرج من دور نص النهائي وبالتالي يستحق 3 نقط، وده نفس المنطق اللي اخد بيه الكاف على فكرة. واللي بيخرج من دور الثمانية الافريقي ابطال الدوري بنظام خروج المغلوب يستحق 2 عشان نميزه عن اللي بيخرج من دور الثمانية الافريقي ابطال الكاس اللي هياخد 1 بس، وده مخالف لمنطق الكاف اللي كان بيساوي بين البطولتين في النقط. تمام اتفقنا. هسيبكم بقى ثواني مع نتيجة تطبيق المعايير دي، ويفضل توقف الفيديو وتراجع الأرقام بنفسك عشان تتأكد اني ما بضحكش عليك، يعني الكاف هيتأمر عليك وانا لا مثلا؟ ايه ده؟ ثواني كده؟ اعمل لنا زوم كده يا نصر؟ ايوه هنا. الزمالك اخذ 2 عشان خرج من نص نهائي بطولة كأس الاتحاد الافريقي. معلوماتك ايه عن البطولة دي؟ بالمناسبة كأس الاتحاد الافريقي دي بطولة اتلغت، كانت يعني بتشارك فيها الأندية الحاصلة على المراكز من الثالث للخامس في دوريات بلادها.
فرق زي البطريق الموريتاني والعنكبوت الجابوني والضفدع الرواندي كانوا بيشكلوا مراكز القوة في البطولة دي. لا معلش اكلمني اكتر عن الفرق اللي بتخرج من البطولة دي. اللي هو غالبا فريق لا يزيد باي مقياس علمي او تكنولوجي عن مركز شباب سرايا القبة. طيب اسمع مني بقى يا صفوة، اللي بيدخل البطولة دي هي الفرق وصفت الدولي في بلادها، فعيب يعني تقلل من فرق زميلة في مركز الوصافة. المهم بقى، هل حصل تغيير؟ هل الزمالك بقى نادي القرن؟ في مثل بيقول تجيبها كده تجيلها كده هي كده. تجيبها كده هي كده. خلاص هو خلق حالة مش من الجدل بقى، من البحث والتعمق. هو وزملائه واصدقائه زملكاوية المختلفين معه، هو دعاهم نقعد ونطبق المعايير بتاعتكم ونشوف هنوصل لايه. كل معايير هتختاروها هتؤدي لحد ما تلاقوا لكم معيار خاص بيكم انتوا بس، كيف يفوز الزمالك بنادي القرن. هو في طريقه واحده، في طريقه مؤكده هتجيب نتيجه. شط بنتائج النادي الاهلي. طيب مع كل ده المساله مش في انت مختلف، انت بتشتكي، انت مضطهد، انت مظلوم، طب انت ليه ما بتشتكيش؟ احمد قيشو سأل السؤال ده. امنا هل في اي جهه رسميه او غير رسميه بتقول ان الزمالك نادي القرن؟ الزملكاوية بيقولوا ان الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء قال ان الزمالك نادي القرن في افريقيا، لكن الحقيقة إن الاتحاد ده قال إن أشانتي كوتوكو هو نادي القرن في أفريقيا. المفاجأة بقى إن الزمالك فقد مركزه المفضل المرة دي، لأن الأهلي هو اللي طلع تاني التصنيف ده. الكوميدي إن حتى الاتحاد ده ما أخدش بنتائج السوبر الأفرو أسيوي، تقريبا الدنيا كلها بتتآمر على الزمالك. عموما الأكيد إن لو كان كوتوكو هو اللي أخد اللقب الرسمي من الكاف ما كناش هنسمع الخناقة دي هنا، رغم ان منتخب مصر كان واخد في القرن العشرين 4 بطولات افريقية في مقابل 3 بطولات فقط لمنتخب الكاميرون. ما سمعناش مرة من اي زملكاوي بيدافع عن حق نديل مسلوب كلمة واحدة عن حق منتخب مصر في لقب منتخب القرن. الحقيقة ان لقب منتخب القرن ما تسبقش مننا ولا حاجة، لان الاتحاد الافريقي اخد بنفس المنطق وهو مجموع النقط اللي حصل عليها المنتخب من مشاركاته سواء في افريقيا او في كاس العالم، وهو ده اللي خلى منتخب الكاميرون يتفوق علينا رغم قلة بطولاته، لكن مشاركاته كانت اكتر فعالية مننا خصوصا في كاس العالم. ها اقتنعت ولا لسه؟ لسه برضو يا سيدي. اعتبر ان القرن ده عبارة عن دوري من 20 اسبوع، فاز الاهلي فيه 10 مرات وتعادل 8 وخسر مرتين، وفاز الزمالك فيه 12 مرة وتعادل مرة واحدة وخسر 7 مرات. يبقى النتيجة النهائية للدوري ده ايه؟ ايوة بالظبط، الاهلي 38 نقطة والزمالك 37 نقطة، رغم ان عدد مرات فوز الزمالك اكتر من الاهلي، الا ان الموضوع باجمالي النقط اللي بتجمعها من مشاركاتك مش بس بالفوز. اخيرا في كلمتين لازم نتفق عليهم. انظمة التقييم بشرية، مهما كان النظام هتلاقي اللي يعترض عليه وهيكون عنده أسبابه المنطقية برضه. مثلا نظام تقييم المنتخبات في تصنيف الاتحاد الدولي هتلاقي انه بيساوي بين اتحاد زي الكاف واتحاد اقيانوسيا في النقط. تعرف انت ايه الدول الاعضاء في الاتحاد اللي مش عارف حد ينطق اسمه ده؟ تخيل بقى ان الفيفا بيساوي منافسات بين شوية الجزر دول بالمنافسة بين مصر والكاميرون مثلا. تخيل انه بيساوي اتحاد عرض اعضائه 14 عضو باتحاد عرض اعضائه 55 عضو منهم 10 منتخبات على الاقل متواجدين بشكل دائم في افضل 100 منتخب على مستوى العالم. فالخلاصة ان مفيش نظام كلنا هنتفق عليه، لكن ما ينفعش نوافق بمعايير نظام ونرجع نعيش في اوهام المؤامرة لما ما نكسبش بالمعايير دي. احنا يعني حبينا نشجع شبابنا ولادنا الاهلوية ونلوم ملك وكتابة، كلما يجد موضوع مدروس بهذه الدقة هيحتضنه، وانا اعرف انهم في مجموعة منهم بتتجمع بتقدم فكرة برنامج يعملوه مع بعض. اعتقد انها فكرة كويسة، ولكن هذا كلام اخر في وقت اخر. اعتقد
ان احنا شرفنا على درس الفسحه. خناقه القرن مش محتاجه كلام. خدوا بالكم احنا في 2018 والله اي عاقل ما نقدرش ناخد مكالمتين ثلاثه يا جماعه ولا الوقت خلص؟ اي عاقل لا خدوا مكالمتين. اي عاقل في الدنيا لو عرف ان في ناس بعد 18 سنه لسه بتتخانق على حدث من 18 سنه معاييره ثابته لا ده ونظامه واضح. انا نفسي بس في حاجه، انت قلت قبل كده يا جماعه ما تشتكوا، عندكم 20 جهه. الاتحاد الافريقي اذا كان عيسى حياته كان متهم انه جامل الاهلي مش اهو مش والراجل الاصلاحي المحترم الطيب احمد احمد بينسف كل اوضاع عيسى حياته. اشتكوا له اشتكوا له يفتح الدفاتر. ده هو ما جه محمد احمد اشتكي للفيفا اشتكي للمحكمه الدوليه. ما جه احمد احمد قال لك كده هناخد نادي القرن. بص يا استاذ ابراهيم هي مش بس ما بيشتكوش ده هم بيستنوا لما يشوفوا طيب اني نظام اللي ممكن لو غيروه يركب عليهم، لان هم لو احتاجوا سنه 94 سنه 95 سنه 99 حتى كان يبقى في منطق. لكن أن بعد ان تعلن النتيجه زي ما تكون انت داخل امتحانات مديني 8 اسئله فيهم سؤالين اجباري، هتقول السؤالين الاجباري دول نمرهم تزيد عن بقيه الاسئله فانت تجاوب السؤالين الاجباري واخد بالك تاخد عليهم نمر اكتر يقول لك انت خدت نمر اكتر. انت طلبت تليفونات قبل ما الوقت. معانا ياسر من البحيره. يا ياسر. ايوه يا باشا. ايوه يا باشا اتفضل. ماشي يا باشا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. سلام ورحمه الله. ازيك يا باشمهندس؟ اهلا وسهلا اتفضل. وازاي الاستاذ ابراهيم المنيسي؟ اهلا بيك يا استاذ. يا ريت سريعا عشان ما عادش عندنا وقت كتير يا ياسر. ماشي حاضر. منورين الشاشه. شكرا. وطي التلفزيون. طيب يلا يلا يا ياسر على راي كابتن شربين. انا نشكركم انكم انتوا بتدافعوا عن النادي على حقوق النادي الاهلي وتشرفوا النادي الاهلي اللهم صل على سيدنا محمد. من ناحيه عبد الله السعيد ان مضى للاهلي على عيننا وراسنا، لو ما مضاش للاهلي برضه على عيننا وراسنا. تمام. نفتكر الكابتن سابق البطل لما قال للكابتن صالح سليم ايمن شوقي ومحمد عبد الجليل وعادل عبد الرحمن رايحين الزمالك ناخدوا من الزمالك فلوس، قال لهم لا سيبوا لهم الفلوس اللي هياخدوها هم خلاها لهم مكافاه على اللي قدوه. ونشكرهم لان اشتموهم ان راحوا للزمالك الله يوفقه، ان قعد في الاهلي الله يوفقه على عيننا وراسنا. وبعدين هو لو عبد الله السعيد بص في اللحظه بتاعت ثابت البطل وهو حاط البطانيه في اخر ماتش وشوف الوفاء والاخلاص للنادي الاهلي زي الكابتن ابراهيم المنيسي طول عمره يدافع بالمجله بالقلم بتاعه كانه ماسك سيف ويدافع عن النادي الاهلي وعن الكابتن على المهندس عادل القيع وهو بيدافع عن حقوق النادي الاهلي بيجيب ايه. يا ريت يكون في اثنين في مصر يدافعوا على حقوق مصر ويجيبوا حقوق مصر في الميه وفي كل شيء زي ما جنود مصر بتدافع في سيناء على 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 ارض مصر وعلى ارض سيناء. ربنا يحفظكم انت. شكرا ابراهيم. شكرا يا ياسر. معانا محمد من اسوان. محمد. استاذ محمد. السلام عليكم استاذ ابراهيم. وعليكم السلام. استاذ عادل بحييكم وبحييكم على البرنامج الجميل اللي لنا كام سنه كده مستمتعين بيه حضرتك. اهلا بيك يا حبيبي اتفضل. حبيت بس اتكلم على موضوع شراء مدافعين من المقاصه وسموحه اللي احنا لينا مده كنا بنتكلم فيه، واحنا شايفين دلوقتي سموحه عامل ازاي دفاعه والمقاصه عامل ازاي دفاعه. فالرجاء من حضراتكم يعني احنا مش عايزين نشتري من الناديين دول بالذات، دي حاجه. الحاجه الثانيه حضرتك احنا عاوزين نبقى زي التمنيات كده نطلع ناشئين او نشتري واحد يعني. ربنا سهل وده بنفكر فيه وهنمشي فيه. اطمن يا استاذ محمد. ان احنا ندعم قطاع الناشئين عندنا بشكل جيد. وبشكركم وبشكر اداره النادي وعلى كل شيء بيعملوه لنا. كتر خيرك. شكرا جزيلا يا محمد. خلاص تالي كده احنا بنعتذر لبقيه الجمهور اللي على التليفون. الحقيقه كان نفسنا يبقى في متسع من الوقت ناخد اكبر عدد من حضراتكم، لكن دهمنا الوقت دهمنا الوقت. ويبقى الاهلي عظيما وسر العظمه
تكمن في تاريخه، في ثوابته، في قيمه، في تقاليده، في ولاده، في انه يدافع عن الحق ولا يقبل غير الحق ولا يتهاون عن حق. ويبقى الاهلي عظيم وبيكسب عشان عظيم، مش عظيم عشان بيكسب. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير. نلتقي في 9 مساء الخميس القادم ان شاء الله. صباح الخير.